السلام عليكم. Hello everyone. This is Ashwa Gattahini. I welcome to the course Basic Concept of Infection Control Special Care Service of Health Facility. Before I start, I would like to take you through the goal and objective. مرحبا بكم جميعا. معكم أشواق الطحيني. حياكم الله في كورس المفاهيم الأساسية لمكافحة العدوى في خدمات الرعاية الخاصة لمنشآت الرعاية الصحية. راح نبدأ أول حاجة في الجول بالأهداف و راح نبدأ بالأهداف. الهدف الأساسي عندنا the goal of the course best implementation of infection prevention and control practice special care service of the healthcare facility. طبعا هدفنا الأساسي أن يتم أفضل تطبيق لممارسة الوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالرعاية الصحية الأولية. وأيضا من الأهداف عندنا the objective increase awareness of infection control practitioner about the infection control requirement of special care service of healthcare facility وبزيادة الوعي للممارسات مكافحة العدوى حول المتطلبات الخاصة لخدمات الرعاية الصحية للمنشآت الصحية. عندنا إن شاء الله بإذن الله اليوم حسب الجدول المعطى عندنا أول محاضرة Introduction of Special Care Services بيعطينا إياها الدكتور عبد الرحمن. عندنا ثاني محاضرة بتكون Overview of Infection Control Requirement in Handling and Reprocessing of Surgical Instrument بيعطينا إياها الدكتور أشرف كيلاني. بيكون عندنا بريك من 8:50 إلى 9. بعدها راح نبدأ إن شاء الله المحاضرة الثالثة بتكون Overview of Infection Control Requirement in Handling and Reprocessing of Contaminated Linen بتعطينا إياها دكتورة نادين برهان. And النقطة المهمة عندنا اختبار بري تيست وبوست تيست. بيكون عندكم نهاية المحاضرات المفترض أنكم تبدأون بالبري تيست نهاية اليوم، وبعدها بإذن الله نهاية الكورس بتعملون اللي هو البوست تيست. Please note that there is the pre and post short test also. Please note that everyone will only be listen mode until the end of the questions and answer session. أيضا في نهاية المحاضرة بتكون الأسئلة نهاية المحاضرة تكونون في مود الاستماع بإذن الله، وبعدها تبدون الأسئلة نهاية المحاضرة إذا كان عندكم أي أسئلة. عندنا الآن إن شاء الله بإذن الله راح نبدأ مع الدكتور عبد الرحمن. تفضل دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى يكون الصوت واضح. الزملاء يكتبوا لنا إذا كان الصوت واضح. الصوت واضح دكتور، بس عفوا قبل ما نبدأ ما قدمنا الدكتور. الدكتور عبد الرحمن هو عنده PhD of Medical Microbiology and Immunology, Egyptian Fellowship Infection Prevention and Control, CIC Certified 2021, وSenior of Register Infection Control. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome everybody. اليوم إن شاء الله أتشرف معاكم في الحديث عن
الإجراءات الخاصة لمكافحة العدوى في الخدمات المساندة داخل المنشآت الصحية. وفي البداية أحب إن إحنا عذرا دكتور معلش من مقاطعة، بس ممكن تعمل سلايد سكرين كامل لأنها مش واضحة. بنعملها كامل. لا تأكدي كده تطلع لنا سلايدات كذا مفرغ. حتى الآن. اي نبغى فول سكرين. الآن فول سكرين. طيب لا ممكن الآن فول سكرين. تفصل وترجع، ممكن ترجع وتفصل وتعمل شير مرة ثانية. أوكي مفيش مشكلة. واضحة الآن؟ لا الآن ما في عرض. لحظة. واضحة الآن يا أستاذ؟ فول سكرين؟ واضحة بس مش في السكرين. واضحة؟ إيه طالعة بس مي في السكرين. أنا عندي فول سكرين، مش عارف عندكم الوضع إيه. وضحت؟ واضحة لا الآن يا أستاذ؟ استل بس مو مشكلة، خلاص ابدأ يا دكتور. يعطيك العافية. السلام عليكم. عذرا على الخطأ التقني. في البداية حابب أني أتكلم عن أهمية مكافحة العدوى في الخدمات المساندة. طبعا الخدمات المسانده داخل المستشفيات بعض الناس او بعض الممارسين الصحيين ممكن ما يعرفوها اصلا. يعني انت ممكن تلاقي بعض الزملاء او الاطباء ما يعرفوش ان في خدمات مسانده داخل المستشفى. زائد ان العاملين في الخدمات المسانده قد لا يتفهموا قوي اهميه مكافحه العدوى في عملهم. يعني ناخد مثال صغير وبعدين نبدا نتكلم عن التفاصيل. في قسم التعقيم، وده هيتكلم عنه ان شاء الله زميلي الدكتور اشرف بتفصيل، ولكن بس خلينا ناخد الفكره. تخيل لو العاملين في قسم التعقيم المركزي لا يطبقون معايير مكافحه العدوى بشكل جيد. تخيل المضاعفات اللي ممكن تنتج عن كده. قد يكون احد المستشفيات بها كبار الجراحين في التخصصات الدقيقه وبيعملوا عمليات من افضل العمليات اللي ممكن طبعا. ولكن سبب فشل العملية هو حدوث عدوى بعد الانتهاء من العملية. ولما تبحث عن بعض أسباب العدوى هتلاقي عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل التعقيم المركزي. ده بيدينا فكرة عن أهمية مكافحة العدوى في الخدمات المساندة. كذلك الخدمات المساندة مثلا على سبيل المثال لو تكلمنا عن الويست مانجمنت او كيفيه التعامل مع النفايات الطبيه، ده واحد من الاسباب الكبيره اللي بتسبب عدوى الفيروسات الدم المنتقله عن طريق النيدل ستيك. اذا كان العمال اللي بيقوموا بتجميع النفايات الطبيه لا يدركون اهميه هذا الموضوع بشكل جيد. دي بس فكره عن اهميه الخدمات المساعده، لكن احنا نبدا نجمعهم ونتكلم عن كل واحد نقاط اساسيه وبعد كده الزملاء يستفيضون في الشرح. طيب باي انجلش today ان شاء الله I will explain the importance of implementation of infection control in the special care services or support services in the hospital. Some healthcare worker not known about the support service in the hospital. For example, some surgeon maybe don't know about the importance of CSSD in surgical operation. Some healthcare worker don't understand the importance of CSSD in surgical operation.
So we must understand and we must implement all infection control requirements in the support service. And also during the collection of waste management, for example, if the healthcare worker, a yellow man, which collect the waste, medical waste, not understand how to collect, how to storage this waste, the rate of infection by bloodstream infection like hepatitis B virus and hepatitis C virus will be increased between the healthcare workers and also other microorganisms may be growing in the waste. So today, inshallah, we will understand what are the special services or support services in the healthcare setting and what is the role of infection control in each one. So the main point today, what are the support services and why infection control is important in support services. اليوم النقطتين الأساسيين اللي هتكلم عنهم في المقدمة هنجمع ما هي السبورت سيرفيسز، ما هي الخدمات المساندة داخل المستشفيات، وما هو دور الانفكشن كنترول بشكل موجز، لأن الزملاء هيفصلوا في كل نقطة دور الانفكشن كنترول في هذه الخدمات. لو أنت عايز تجمع الخدمات كلها في السبورت سيرفيس هتقسمها لنقطتين، هيكون الموضوع بالنسبة لك سهل جدا. النقطة الأولى هو الديبارتمنتال سيرفيسز اللي هي خدمات لها علاقة بأقسام موجودة داخل المستشفى، يعني لو جينا نذكرهم هنلاقي CSSD أو السنترال استراليزيشن سيرفيس ديبارتمنت اللي هو قسم التعقيم المركزي، اللاندري اللي هو القسم المغسلة، النيوتريشنال سيرفيسز اللي هو المطبخ، والمورشري ثلاجة الموتى ربنا يحفظ الجميع. دول يعتبروا من الخدمات المساندة اللي كل واحدة فيهم تمثل قسم مستقل، كل خدمة منهم تمثل قسم مستقل. في مجموعة أخرى من الخدمات بتندرج تحت عنوان يسمى الانفيرومنتال سيرفيسز، خدمات البيئة داخل المستشفى. خدمات البيئة ككل لو انت عايز هم حوالي 5 نقاط، لكن النقاط اللي تلزمنا في هذا السبورت سيرفيس هو الويست مانجمنت والانفكشن كنترول ديورينج كونستراكشن اند رينوفيشن، اللي هو التعامل مع النفايات ومعايير مكافحه العدوى اثناء عمليه البناء او الهدم واعاده البناء داخل المستشفيات. فاذا لو انا عايز اجمع السبورت سيرفيس في راسي ما انساهمش كلهم، هقسمهم الى اقسام وخدمات بيئيه. الأقسام عندي 4 أقسام أساسيين بيعتبروا من السبورت سيرفيس محتاجين إنفكشن كنترول ريكويرمنت في كل واحد فيهم، محتاجين معايير مكافحة عدوى في كل واحد فيهم: التعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ وثلاجة الموت. في الخدمات البيئية المستمرة اللي على طول موجودة داخل المستشفيات الويست مانجمنت أو التعامل مع النفايات والكونستراكشن والرينوفيشن أو الهدم وإعادة البناء في حالة التجديد مثلاً أو في حالة بناء قسم جديد أو إضافة قسم جديد داخل المستشفى. By English, what are the support services? I will divide the support services in each healthcare setting into departmental support services and environmental support services. The departmental support services are CSSD, Central Sterilization Service Department, Laundry, Nutritional Services, and Mortuary. All of them, each one of them is department. So all of them is departmental support service. And environmental support service are waste management, construction, and renovation. All of them need the infection control requirement to protect the healthcare worker and patient and visitors from the infection. I will discuss each point and give the headlines of infection control in each one. هناخد رؤوس عناوين في كل قسم من الأقسام بتاعتنا اللي بنتكلم عنها في support service، وبعدين الزملاء هيستفيدوا في كل موضوع على حدة. هنبدأ الأول بال CSSD التعقيم المركزي. أنا بعتبره
التحقيم المركزي انا بعتبره عصب من اعصاب اي منشاه صحيه، حتى المنشات الاوليه اللي هي المراكز الصحيه الاوليه. التعقيم احد الامور الهامه جدا لتستوي الخدمه داخل اي منشاه صحيه. هقول لك ازاي ببساطه. انت لو عندك الات ملوثه بدم مريض، يعني مثلا الات، بالذات الالات اللي معاد استخدامها اللي بيسمح باعاده استخدامها زي الالات الجراحيه، لو انت عندك آلة استخدمت في عملية جراحية مع احد المرضى ولوثت بالدم بتاعه، طيب الدم بتاع المريض قد يكون ملوث باحد الميكروبات التي تنتقل عن طريق الدم، وعلى رأسها طبعا الثلاثة المشهورين الهيباتيتس بي والسي والاتش اي في، اللي هو التهاب الكبد الوبائي ب وجيم ومرض الايدز او نقص المناعة المكتسب. الفيروسات ديت اذا لم تقم باعادة تنظيف وتطهير وتعقيم الآلة بشكل صحيح ودقيق، احتمالية انتقال العدوى بتزيد جدا جدا، ويبقى ده مصدر من مصادر العدوى. زائد أضف إلى ذلك إن الآلات لو لم يتم حفظها بشكل جيد قبل العملية، لو محفوظة مثلا، لو أنت عامل التعقيم بشكل جيد وكل الخطوات بتاعتك جيدة وبعدين جيت تحفظ الآلات حفظتها بشكل غير دقيق، في النقطة دي هتبدأ الآلات تلوث. لما تيجي تدخل العملية الجرح نفسه اللي انت هتفتحه او المكان اللي هيتم فيه الفتح الجرح لعمل العمليه او البدء في العمليه هيتم تلويثه، دم المريض نفسه قد يلوث بميكروبات من اللي تم التصاق على الاله. وبالتالي التعقيم واحد من الحاجات الاساسيه جدا. فيجي واحد يسال لي يقول يا دكتور طب انت قلت المراكز الاوليه، ما علاقه المراكز الاوليه بالتعقيم؟ ده احنا يا دوب بنعطي فاكسين وعندنا عيادة أسنان. أقول لك بس انتظر هنا بقى. أولاً بتعطي فاكسين، ركز معايا كده. لو أنت بتستخدم، وطبعاً ده ما حدش بيعمله، بس هنفترض أن بعض الناس لا تعلم، هنفترض أن بعض المراكز الصحية الطرفية لا يعلم أن استخدام السرنج لا يكون إلا مرة واحدة لمريض واحد اللي هو السيف إنجيكشن، خلاص؟ وراح عمل ريوز للسرنج، ده مش هيزود العدوى، هيزود العدوى. هذا بالنسبة للخدمة بتاعت تقديم التطعيمات للأطفال على سبيل المثال. طيب اثنين، عيادة الأسنان. هديك بس شوية معلومات بسيطة في بعض الدول اللي عملت إحصائيات عن انتشار فيروس سي فيها، مش المملكة طبعا ولكن دول أخرى. أحد أهم أسباب انتشار فيروس سي في أحد الدول العربية كان سببه هو عدم معالجة الآلات داخل عيادات الأسنان بشكل صحيح. لك أن تتخيل ده عمل مثلا حوالي 15 مليون اصابه لوحده. لما جيت تعمل حصر كان مثلا سبب في 30 او 40% من ال 15 مليون اصابه دول. انت قادر تتخيل مدى الفاجعه اللي بتحصل؟ فانت اذا ما كانش عندك، واكتر الاماكن اللي عاده خصوصا الناس اللي ما عندهاش معلومه، خليك من المراكز اللي تابعه لوزاره الصحه، خليك في المراكز الخاصه، اللي ما عندهمش معلومه عن طريقه التعقيم الصحيحه ممكن يتخيلوا ان مجرد تنظيف الاله من الوسخ الظاهر يكفي لاعاده استخدامها مره ثانيه، وبالتالي ده يؤدي الى انتشار امراض خطيره زي اللي انا شرحتها لك من شويه. وبالتالي ده موضوع غايه في الاهميه، يبقى واحد من اعصاب، انا بقول لك واحد من اهم الاقسام داخل اي مستشفى في منع انتشار العدوى، في المساعده على انجاح العمليات الجراحيه والعمليات الاختراقيه بصفه عامه، هو التعقيم المركزي. ومتأكد ان الدكتور اشرف ان شاء الله زميلي بعد ما اخلص انا هيشرحه بالتفصيل وبشكل دقيق وهيغطيه كامل، ولكن انا حبيت افهمكم بس اهميه احد هذه الاقسام. باي انجلش، ذا فيرست ديبارتمنت از ذا سنترال ستيرلايزيشن سيرفيس ديبارتمنت. وات از ذا امبورتنت اوف انفيكشن كنترول ان ذس ديبارتمنت؟ اف يو دونت امبلمنت ذا انفيكشن كنترول ريكويرمنت ديورينج ذا ريبروسيسنج of the reusing instrument, this is the high risk of bloodstream infection and the high risk of surgical site infection. Okay, maybe some surgeon is perfect and make perfect operation, but the inadequate reprocessing of the instrument or surgical instrument will be allowed to increasing the rate of surgical site infection. Also in the primary health care and special health services which
production of small services like the dental services, the reprocessing is very important. The adequate reprocessing and infection control requirement in the, during the reprocessing of the instrument is very, very important to prevent the spreading of bloodstream infection. Some statistical result in other country rather than Saudi Arabia say the 30 to 40% of transmission of hepatitis C viruses for more than 15 million people caused by inadequate processing of the dental equipment and in this special services. Okay, so now we must know the infection control is very important in during the implementation of reprocessing of the equipment. Second, laundry. تعالوا للقسم الثاني المغسله. طبعا انت لما تيجي تسمعني كده تقول والله الراجل ده بيتكلم عن المغسله، ايه اهميه المغسله داخل المستشفيات؟ خليك من معايير مكافحه العدوى، الزملاء هيشرحوا لكم معايير مكافحه العدوى. انا بس هنا عايز اقول اهميه قسم زي ده وتطبيق معايير مكافحه العدوى فيه. تعالوا لو احنا ركزنا كده عن الاهميه ديت، اولا المغسله بتقوم باعاده غسيل وتنظيف المفارش والملايات والستائر اللي بتفصل بين المرضى. طيب لما يكون عندي مرضى في العزل وخرج مريض وداخل مريض تاني، اذا لم تنظف بشكل صحيح وتطبق فيها معايير مكافحه العدوى هذه الملايات وغيره من الحاجات الموجوده في اللي تحتاج الى غسيل الموجوده في الغرفه، ايه اللي هيحصل؟ معدل انتقال العدوى هتزيد جدا. هتقول يا دكتور ما هو ده مريض عزل اكيد، لا ما هو في مريض درن وفي مريض كوفيد وفي مريض ميرس وفي مريض ميزلز الحصبه، فده مختلف عن ده. فانت ممكن يجي لك مريض درن داخل العزل وانت ما عملتش تنظيف بشكل صحيح واتبعت معايير مكافحه العدوى في تنظيف الملايات، فتنقله بعد كده مرض الحصبه اللي كان في المريض اللي قبله. وبالتالي لازم تتفهم ان النقطه دي واحده من النقاط الهامه جدا، وهي طريقه التعامل الصحيح مع الملايات والخدمات المسانده في هذه النقطه. طيب نقطه ثانيه لها علاقه برضو بالمغسله، العمال العاملين داخل المغسله لما بيطبقوش معايير مكافحه العدوى، يعني لو ما بيعملوش هاند هايجين بشكل صحيح، خلينا ناخد الاول في هاند هايجين بشكل صحيح، لما ما بيلبسوش الوقايات الشخصيه على سبيل المثال الهيد كاب، الهيد كاب اللي احد الناس اللي كثير من الناس بيستهتروا بيه، ممكن يحصل بعد تنظيف المفارش وغيره بشكل صحيح تلوث اثناء تجميعها وايصالها للاقسام من قبل هؤلاء العمال، فيحصل اعاده تلوث مره ثانيه. التلوث ده قد لا يؤثر عليك انت كشخص مناعتك كويسه، لكن تعالى المريض عامل عمليه جراحيه عميقه وموجود في غرفه من الغرف اللي هيتم ايصال هذه المفارش له، هل وارد ان يحصل انتقال العدوى؟ طبعا وارد جدا. الشعر عشان يكون في معلومكم ان الشعر بتاع اغلب الناس بيكون عليه ميكروبات فلورا، يعني بكتيريا وفطريات، وخصوصا الفطريات يعني تكون موجوده في الشعر، لو دخلت الى 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 مريض مناعته ضعيفه او وصلت الى مريض مناعته ضعيفه ممكن تسبب تؤدي الى وفاته، ممكن تسبب تلوث في جرح من الجراحات العمليات بعد، او المريض اللي عامل عمليه وخارج من عمليه جراحيه عميقه. وبالتالي موضوع المغسله مهم جدا في الحفاظ على المرض. طيب بالنسبه لنا احنا كممارسين صحيين، شوف العاملين اللي بيشتغلوا داخل المغسله اذا لم يتم اتباع معايير مكافحه العدوى هيتم تعرضهم للنيدل ستيك انجري بشكل كبير. هنرجع تاني للبلود ستريم انفكشن والاوكيوبيشنال ديزيزز، واحده منها هو البلود ستريم انفكشن والنيدل ستيك انجري. وبالتالي اتباع المعايير، يعني مثلا على سبيل المثال لبسهم للجلافز شديد التحمل او الجوانتي شديد التحمل اثناء تجميع المفارش وغيره يقيهم من حدوث نيدل ستيك انجري. انت متخيل؟ شوف نقطه بسيطه جدا ولكن قد تؤدي الى زياده في في في, في حاجه زي دي، فلكم ان تتخيلوا اهميه هذا الموضوع.
فبالتالي المغسلة واحدة من السبورت سيرفيس، وتطبيق معايير مكافحة العدوى فيها من الحاجات الهامة جدا لضمان تقديم رعاية صحية سليمة للمريض وحفاظ على الممارسين الصحيين. By English, the second department is the laundry. Doctor, how the infection control is important in laundry? You must think when you collect the linen and textile after patient isolated, like TB patient. If you don't collect this linen by adequate infection control requirement and mega cleaning and washing by adequate infection control requirement, the risk of transmission of TB to another patient that came to the isolation ward is high risk, because maybe the second patient is infected by measles. And you put the linen without adequate washing, this is risk of transmission of TB to this patient. Okay, you please take care. This is very important. The second point related to the laundry, the use of PPE. If the healthcare worker working in the laundry not use adequate PPE during collection of linens and clothes and like this, after washing, that risk for contamination again of this linens by bacteria and fungal, especially from the hair. So the head cap is very important and must be implemented in this department. Okay, and this is risk for immunocompromised patient for infection. So take care. And the last point regarding the needle stick injury. For example, if the healthcare worker working in the laundry not wear the heavy duty gloves, that risk for inject by unknown needle stick injury. And this is risk for transmission of bloodstream infection like hepatitis B, C, and HIV. So the infection control requirement in the laundry is very important to protect the patient and the healthcare worker. Okay. Third, القسم الثالث قسم التغذية أو اللي بنقول عليه إحنا باللغة الدرجة المطبخ. يا دكتور، هل المطبخ إحنا كإنفكشن كنترول مهم فيه في تطبيق معايير مكافحة العدوى في المطبخ؟ خلينا ناخد أمثلة. كم من مستشفى حصل فيها كارثة بسبب التسمم الغذائي؟ التسمم الغذائي ده سببه عدم تطبيق معايير مكافحة العدوى في بعض الأحياء، وكذلك التعامل معاه لإيقافه لإيقاف انتشاره برضه بيعتبر outbreak management، يعتبر infection control. طيب خلينا نركز كده في كام نقطة صغيرين وبعدين زملائنا هيشرحوها بالتفصيل، لكن خلينا ناخد بس مثال أو مثالين صغير عشان نعرف أهمية الانفكشن كنترول في قسم زي المطبخ. استخدام الواقيات الشخصية مهم ولا لا؟ للعاملين اللي بيقوموا على تجهيز الطعام. طيب لو انت عندك، لو المستشفى بتاعتك من المستشفيات اللي بتقدم خدمات لمرضى الاورام زي مرضى زراعه النخاع، نوع الاكل نفسه بيبقى محدد خصوصا في ال 90 يوم الاولانيين عشان يمنع انتقال العدوى لمثل هؤلاء الامراض، طيب لهؤلاء المرضى اسف. طيب اذا كان الممارس الصحي اللي بيعمل في المطبخ لا يطبق معايير مكافحه العدوى من نظافه وتطهير اليدين ولبس الواقيات الشخصيه المناسبه، ده مش هيؤدي الى زياده في احتمالية حدوث عدوى لهذا المريض بسبب الأكل؟ طبعاً هيزود. يبقى إذن معايير مكافحة العدوى في قسم التغذية مهمة جداً. طب اديني مثال كمان برضو الأوكيوبيشنال هيلث اللي هو التعامل مع الممارسين الصحيين أو عيادة الموظفين بشكل أدق. إذا أنت عندك مجموعة من العمال القادمين جدد للعمل في المطبخ، لابد أنك تعمل لهم بعض التحاليل اللي تقوم بالتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض اللي هي بنقول عليها أمراض تنتقل عن طريق التغذية اليدوية. يعني خلينا أشرح لكم بشكل بسيط كده. في بعض الأمراض بيحصل فيها انتقال إذا كان العامل أو الممارس الصحي الموجود في المطبخ لا مصاب به، زي مثلا هقول لكم السالمونيلا اللي هو حمى الطيفويد، مشهوره جدا حمى الطيفويد. واحد من اهم اسباب انتشار حمى الطيفويد هو الاكل الملوث من ايدي الطباخين،
النصابين. طب هل تعلم ان في مرضى بيسموا المرضى المزمنين بالتيفويد، يعني عندهم التيفويد مزمن، يعني هيفضلوا طول حياتهم عندهم تيفويد. المرضى دول قد لا يظهر عليهم اعراض، ولكن ممكن ينقلهم المرض عن طريق الاكل الملوث اذا كان استخدام ايديهم غير صحيح في عمليه التغذيه. خلاص، وبالتالي حاجه زي ديت هامه جدا في انك لازم تتاكد ان الممارسين اللي عندك اللي هيستلموا العمل في المطبخ غير مصابين بالسلمونيلا المزمنه على سبيل المثال. ده دور من ادوار مكافحه العدوى، عشان تعمل لهم توقيع لاستلام العمل، ده دور من ادوار مكافحه العدوى انك تتاكد خلوهم من كده. برضو تتاكد خلوهم او اخذهم لتطعيم الهيباتيتس اي، الهيباتيتس اي اللي هو الكبد الوبائي الف، لان الكبد الوبائي الف بينتقل برضو، او احد الطرق الشهيره لانتقاله هو اللي بقول لكم عليه ده، اللي هو الايه، التعامل مع الممارسين الصحيين المصابين بمثل هذه الامور. وبالتالي يا شباب هذه الامور كلها من اللي بيشرف عليها والتاكد من عملها هم الزملاء في مكافحه العدوى، هم اللي لازم يتاكدوا من مثل هذه النقاط، طبعا بالاشتراك مع الزملاء في الصحه العامه وعياده الموظفين. ادوني بس دقيقه احاول اعمل اطلع لكم السكرين مره ثانيه وبعدين نكمل. اقل من دقيقه ان شاء الله احاول بس اشوف السكرين ثاني هل تم. معلش تقولوا لي لو كان العرض ظهر عندكم يا شباب، هل العرض ظهر عندكم؟ برضه لسه ظاهر يا دكتور. ظهر؟ اوكي ممتاز. طيب سريعا، احنا كنا بنتكلم طبعا عن السبورت سيرفيس وقسمناه الى ديبارتمنتال وانفايرومنتال، وبدانا في الديبارتمنتال واتكلمنا في كل نقطه اهميه، في وصلنا عند النيوتريشنال سيرفيس او الخدمه بتاعه التغذيه، وأعطيتكم بعض الأمثلة عن أهمية مكافحة العدوى في قسم التغذية، على رأسها تطبيق معايير مكافحة العدوى اللي هي الواقيات الشخصية والهاند هايجين، وكذلك التأكد من التطعيمات الخاصة بالأمراض اللي بتنتقل عن طريق حاجة اسمها الفود هاندلر أو الطباخين، زي السلمونيلا، زي الهيباتيتس إيه، زي الكوليرا. ديت من الحاجات الهامة جدا ولها تطعيمات، بالمناسبة لازم يكونوا الموظفين واخدين هذه التطعيمات. والموظفين اللي بيبقوا مصابين بالكرونيك سلمونيلا زي ما قلت لكم كده او الكرونيك تايفويد، ممكن لا يسمح لهم بالعمل في الطبيخ بشكل مباشر، ممكن الاشراف، ممكن كذا، لكن ما يمسكوش الاكل بشكل مباشر. ممكن ناس ما تعرفش ده، ممكن العاملين في المطبخ ما يعرفوش ده، مين اللي المفروض يوصل لهم معلومات زي ديت؟ طبعا الانفكشن كنترول. باي انجلش ناو وي ار ان ذا ثيرد ديبارتمنت از نيوتريشنال ديبارتمنت. انفكشن كنترول از امبورتنت شور، because the some infections is food handler transmission like salmonella, typhoid fever, hepatitis A virus and cholera. All of this microorganism food and intermedia histolytica, all of this organisms can be transmitted through the hand of the healthcare worker working and attaching with the food in the nutritional services. The infection control department have a rule for review. The clinical check about this stuff is already cleared from this infection and take the vaccine regarding hepatitis A and salmonella vaccine and to avoid the working of some healthcare worker infected by chronic salmonella. Take care. Chronic salmonella cannot be working in the preparation of food, can be work in the supervision like this, like in preparation of food must be excluded by the patient infected by chronic salmonella or chronic typhoid fever. This is some examples about the importance of infection control in nutritional services. Number four, mortuary. ربنا يحفظ الجميع طبعا. ثلاجة الموتى يا شباب،
طبعا في اعتقاد خاطئ عند كثير من الناس ان المريض المصاب بالعدوى، ويمكن احكي لكم هنا موقف سريع بس لما اقول بس المعلومه الهامه ديت، ان المريض المصاب بميكروبات لما بيموت الميكروب كمان بيموت. هذا الاعتقاد خاطئ. هم عملوا بحث عن التي بي بالخصوص، لان هو طبعا من الميكروبات سريعه الانتشار عن طريق الهواء وكده، فهم كانوا عملوا بحث عن هذا الموضوع، فكانوا بيشوفوا هل المريض لما بيموت قدرة انتقال الميكروب منه إلى ناس تانية وارد ولا لا؟ لقوا إن الميكروب يظل حي لفترة ويستطيع الانتقال من الميت إلى الأشخاص الآخرين. ومن هنا خدوها قاعدة إن لازم المريض المصاب بعدوى شديدة زي تي بي، زي كوفيد، زي الميرس كوف، زي المرضى اللي بيتوفوا أو بيتوفاهم الله وهم مصابين بمثل هذه الميكروبات، بيبقى لهم معايير خاصة في التغسيل والتكفين وكذلك التعامل معهم والتلامس معهم من قبل الممارسين الصحيين اللي بيتعاملوا في هذا القسم. وكذلك درجات الحرارة بتاعت التلاجات وغيره ديت لها دور في منع نمو الميكروبات على الأجسام الميتة. خلاص، وبالتالي الانفكشن كنترول له أهمية. طبعا طبعا مؤكد إن له أهمية في منع وانتشار العدوى من مثل هذه الأمور. خلاص طبعا بالتفصيل زملاء هيذكروا هذا الكلام بالتفصيل، ولكن انا بس بديكم فكره عن مدى اهميه هذه الامور. ده فيما يخص القسم الرابع. By English, the infection control is important in department like the mortuary. How, doctor? If the patient die and this patient already infected by highly transmitted infection like TB, like COVID, like measles, MERS-CoV, all of these microorganisms can be transmitted from dead body. So the infection control requirement, like the using of adequate PPE during the transmission of this died to dead body from part to part and like this, and also the degree or temperature of mortuary is very important to prevent the growing of microorganisms in the dead body. Okay, so the infection control have a very important role in department like the motion. واضح يا شباب؟ طيب تعالوا بقى للانفايرومنتال، تعالوا للاقسام اللي لها علاقه بالبيئه المحيطه داخل المستشفى. طبعا انا قلت لكم من شويه ان انت لو عايز تجمع الخدمات البيئيه كلها هتلاقيها خمس نقاط، يعني هتلاقيها التنظيف والتطهير للبيئه اللي هو الكليننج والديس انفكشن، واعتقد حد من الزملاء الافاضل هيشرحه. وبعدين هتلاقي الويست مانجمنت، التعامل مع النفايات مهم جدا من ضمن الحاجات اللي لها علاقه بالبيئه. كويس، الووتر، الميه يا دكتور، الميه. طبعا يعني على سبيل المثال مرضى الغسيل الكلوي لو الميه مش معمول لها تحليل والميه مش فيها عدوى ممكن تؤدي لا قدر الله الى عدوى وتؤدي الى مشاكل كبيره جدا داخل اقسام الغسيل الكلوي. دي نقطه مهمه، الميه تعتبر من الانفايرمنت. خلاص، واخر نقطه الكونستراكشن والرينوفيشن، اثناء البناء والهدم، ودي هتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه. طيب احنا في الكورس بتاعنا مركزين على الكلينج والديس انفكشن، على الويست مانجمنت، على الكونستراكشن والرينوفيشن. الووتر والاير ممكن نتحدث عنهم ان شاء الله او نضيفهم في احد البرامج القادمه باذن الله، لكن خلينا نقول هل الانفكشن كنترول له اهميه في هذه النقاط. طب نبدا واحده واحده، نبدأ الأول بالويست مانجمنت. طيب طبعا من النقاط الهامة جدا في الويست جدا جدا السيجريجيشن اللي هو الفصل، خطوة الفصل بين النفايات، وده هيتكلم عنها الزملاء إن شاء الله بالتفصيل، وإيه اللي يتحط في الكيس الأصفر وإيه اللي يتحط في الكيس الأحمر وإيه اللي يتحط في الكيس الأسود وكل واحد دوره إيه، كل ده هيتقال بالتفصيل من الزملاء. لكن تعالى نفترض إن بيتم الخلط، إيه الضرر اللي ممكن يحصل لو بيتم خلط او ما بيتمش الفصل بشكل جيد؟ يمكن في اول سنه عمل ليا في احد المنشات الصحيه كان واحد من المين تارجت، لما دخلت المستشفى لقيت ان الخلط فيها عالي جدا، يعني بيحصل خلط بين الميديكال ويست والريجولار ويست، يعني مثلا ازايز الميه بترمى في الكيس الاسود، كذلك القطن الملوث بكميه كبيره من الدم واحيانا الكانيولا واحيانا ما الى ذلك ملوث بالدم يرقى في النفايات السوداء. دي احد المشاكل اللي انا واجهتها شخصيا. فكان سنه كامله
البروجكت بتاعي بس ان يتم الفصل بشكل صحيح، ان كل الممارسين الصحيين يتم الفصل. ويمكن كتبت في السنه دي حوالي 219 تقرير، انا فاكر كويس الرقم ده، 219 تقرير عن الويست مانجمنت على الاقسام المختلفه داخل المنشاه الصحيه اللي كنت بعمل فيها دي. بهدف ايه؟ بهدف ان تصل رساله لكل الممارسين الصحيين في المنشاه دي، وكانوا حوالي 3000، ان هم يعرفوا ان في حاجه اسمها ويست مانجمنت وسيجريجيشن، وان هم لازم يعرفوا الفصل ايه اللي يتحط هنا او اللي يتحط هنا. طبعا مع برامج تعليميه، مع اشراف مستمر مع غيره، بدا يحصل تطور كبير جدا في هذا الشيء. وبدا الوزن، خلي بالك انت ممكن من الانديكيشن، لان الويست مانجمنت بالذات له انديكيشن، يعني انت تعرف تقيسه قبل التوعيه وقبل ما تبدا البروجكت بتاعك، وبعد ما بداته تقدر تقيسه عن طريق الوزن بتاع الميديكال ويست والوزن بتاع الريجولار ويست، وزن النفايات نفسها، لان بيتم وزنها قبل التخلص منها، وبالتالي تقدر انك تعرف من خلال الوضع ده اذا كنت انت ماشي صحيح او لا. وفي طرق تانية طبعا، الانسبكشن من الطرق الهامه جدا اللي انت ممكن برضو تعرف فيها وتحدد ايه الاقسام الاكثر التزاما من عدم. طيب خلينا من التفاصيل دي تقول لي يا دكتور ايه اهميه ده. هقول لك انا الاهميه مش بس مقتصره داخل المستشفى، لا ده كمان في البيئه، لان خد بالك ان التخلص من النفايات الطبيه له طريقه، والتخلص من النفايات العاديه له طريقه تانية. فانت لو عملت خلط، يعني على سبيل المثال لو بعض النفايات الطبيه الملوثه بالدماء بكميه دماء كبيره حطيتها انت في النفايات العاديه، احتماليه وصول هذا الدم داخل المجتمع وارده، لان بيحصل احيانا اعاده معالجه، بيحصل مش عارف ايه، بيحصل يكون مكان تجميع النفايات في مكان معين، فده يؤدي الى وصول مثل هذه الحاجات الى الناس العاديين، فبالتالي يزداد عدوى الدم اللي موجود في المجتمع نفسه. فشوف الخلط خطورته وصلت لحد فين. والعكس، اذا انت بتخلط بتحط النفايات العاديه في النفايات الطبيه بشكل مبالغ فيه او بشكل غير دقيق، انت كده بتزود الحمل واللود على الهيئات اللي بتقوم بالتخلص من النفايات. خد بالك من النقطه دي. وكذلك في بعض الاجهزه زي الاوتوكلاف اللي بيتخلص من النفايات، وصول النفايات العاديه الغير طبيه اليه قد تؤثر على اداء الجهاز نفسه وتؤدي الى عطله، وبالتالي تحصل تلاقي المشكله بتكشف. بس مجرد نقطه واحده ممكن تصل منها الى ايه. طب تعالوا النقطه الثانيه زي الكوليكشن، تجميع لو العامل العادي اللي بيجمع النفايات الطبيه ده مش فاهم اهميه التجميع والواقيات الشخصيه المفروض يلبسها اثناء التجميع، ده قد يؤدي الى حدوث اللي هو الاوكيوبيشنال ترانسميشن اوف انفيكشنز، اللي هي الامراض اللي تنتقل اثناء العمل زي البلود ستريم انفكشن اللي قلت لكم عليها بسبب النيدل ستيك انجري على سبيل المثال، ومشهوره جدا جدا بين يعني انت لو بتحط مثلا على سبيل المثال لو بتحط السرنجات المستعمله في الكيس الاصفر مش في الشارب بوكس، ايه اللي هيحصل؟ السرنجات دي هتقطع الكيس، في اثناء تجميعها هيتعرض الممارس الصحي لنيدل ستيك انجري، والمشكله انها تبقى انون، يعني مش معروفه هي بتاعت مين، السرنجه دي بتاعت مين، طيب جايه من قسم الميديكال مثلا، ميل ميديكال، لكن بتاعت مين في المرضى؟ طب انا عندي في الميل ميديكال 3 مصابين بالهيباتيتس بي مثلا، يعني في المستشفى عندي، شوف الريسك بقى عندي ايه، قيس على كده، شوف المصاريف اللي انت هتصرفها كمنشاه صحيه عشان تمنع الممارس الصحي اللي حصل له نيدل ستيك انجري من العدوى، هتضطر تجيب له تطعيم، واذا ما كانش مطعم هتضطر تجيب له اقسام مضاده، ودي حاجات كلها مكلفه للمنشاه، غير التحليل اللي انت هتعملها. كل ده نتيجة حاجة سهلة جدا، وهي أنك تعمل فرز صحيح للنفايات، وأن الممارس الصحي أو العامل اللي بيقوم بتجميع النفايات يكون لابس الجلوفز الهيفي ديوتي ويعمل التجميع بشكل صحيح. فالإنفكشن كنترول مهم في الخدمات المساندة طبعا، مهم حتى في الويست أو طبعا، ده بس على سبيل المثال للحصر، الحصر يمكن في محاضرة كاملة. طيب باي انجلش the environmental services like the waste, the infection control is very important. The infection control in the waste management is very important. How, doctor? The step of segregation is very important in the management of medical waste. For example, if I will put the medical waste in the regular waste, this is a risk for the environment to transmission the bloodstream infection. And also, if you don't make the adequate
removal of needles that is risk for needle stick injury for healthcare worker which collecting the waste and transmission of the waste from area to another area. So the infection control is very important. Training of the worker is very important. So the infection control implementation in the waste management, very, very important for prevent the spread of infection in the environment, for prevent the occupational lesion like the needle stick injury for the healthcare worker, and saving the money also, because the worker which exposed to needle stick need management, need antibody, need vaccine, need continuous analysis for hepatitis and HIV. This is high cost. Okay, so the infection control requirement is very important during the waste management. Last point, during the construction and renovation. النقطة الأخيرة, الانفكشن كنترول أثناء عملية البناء والهدم. يمكن دي المحاضرة أنا هشرحها في آخر يوم بالتفصيل, ولكن بس هقول أهمية مكافحة العدوى في مثل هذه الأمور. خلينا نعرف معلومة يا جماعة, على فكرة بشرح عربي وبعدين إنجليش, فلو اللي مش متابع معايا لازم يكون واخد باله. I am explaining Arabic then English. Okay, now we are in construction and renovation. Infection control important in construction and renovation. بصوا معايا كده, عملية الهدم والبناء فيها حاجة بسيطة جدا احنا بنخاف منها. ايه هي الحاجة دي؟ او واحدة من الحاجات اللي احنا بنخاف منها, انبعاث التراب, الدست, التراب اللي بيطلع من التكسير والهدم وعادة البناء. دي واحدة من الحاجات اللي بنخاف منها جدا. يوم يسألني واحد يقول لي دكتور وش التراب, ما احنا ماشيين على طول بنشم تراب وغبر. حضرتك لازم تعلم ان التراب يتواجد فيه عديد من الميكروبات, ولكن اهمهم حاجة اسمها الاسبرجيلوس فليفس. ده فطر. الفطر ده لو تعرض له مريض ضعيف المناعة, وطبعا ضعف المناعة درجات, يعني زي مريض الأورام مثلا على سبيل المثال, من أشهر أسباب الالتهاب الرئوي المميت في مرضى الأورام هو الأسبرجيلوس, فطر الأسبرجيلوس. طيب تعالوا المرضى المحطوطين على جهاز تنفس صناعي, يعني تعالوا المرضى اللي في العنايات المركزة اللي محطوطين على جهاز تنفس صناعي, لما يتعرضوا لفطر زي ده احتمالية حدوث عدوى عالي جدا, صحيح؟ وبالتالي لأن مناعتهم ضعيفة ولأن الجهاز التنفسي بتاعهم يعتبر شبه مفتوح, فقابل أنه يصل إليه مثل هذه الفطريات وتنمو, ودي فطريات علاجها مش سهل. خلاص؟ تعرفين كان في حاجة اسمها الفطر الأسود, كانت طلع له فترة كده تقريبا السنة اللي فاتت زي الوقت ده كده مع مرضى الكورونا, منتشر فين؟ منتشر في الهند وبعض الدول الفقيرة, في المرضى المنومين في المستشفيات. لما تفهم الموضوع كويس هتعرف ان الفطر ده من الفطريات اللي موجودة في التراب. لما تيجي تبص على المنشآت الصحية اللي حصل فيها انتشار لهذا الفطر مع مرضى الكوفيد, هتلاقيهم مستشفيات فيها جودة التنظيف مش كويسة قوي, فيها تكسير, فيها إعادة بناء, ومش متبع فيها إجراءات مكافحة العدوى أثناء التكسير وإعادة البناء, مما يعرض المرضى للإيه؟ للعدوى. لأن مرضى الكوفيد في مرحلة من المراحل بالذات بتوع العناية بياخدوا أدوية مثبطة للمناعة, فده يعلي احتمالية إصابتهم بمثل هذه الفطريات. وبالتالي دائما كل خوفنا أثناء عملية البناء وإعادة البناء وغيره في المنشآت الصحية هي الفطر أو الفطريات اللي موجودة في التراب. طب إزاي بنعمل حماية يا دكتور؟ إزاي نقدر نعمل حماية؟ بنعمل حماية عن طريق تطبيق حاجة اسمها Infection Control Risk Assessment, وده اللي هشرحه إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرة الأخيرة. هقول بس باي إنجليش وبعدين أختم واخد أسئلتكم وعشان الوقت بتاعنا يكون مضبوط بالظبط. طيب, the last point regarding the importance of infection control in support services like environmental services during construction and renovation. Why, Dr. The infection control is very important for implementation during construction and renovation to avoid the transmission of dust microorganisms. And during construction and renovation, the most dangerous issue, production of dust. So we must implement the infection control requirement to prevent the spread of dust.
Why? Because the dust contaminated by some fungi, like black fungus. You remember the black fungus which spread in India with the COVID patient in the last year? This is from the dust, okay? And also the Aspergillus. Aspergillus flavus is very dangerous. Fungal infection infect the immunocompromised patient and cause severe pneumonia. Difficult to treat fungal infection, especially in the tumor patient and cancer patient. So I need to implement the infection control requirement during construction and renovation to avoid the spread of infection related to the dust production during construction and renovation. Inshallah, in the last day of this this program, I will discuss how to implement the infection control through something named infection control risk assessment during construction and renovation, and how to implement this one. Okay, in the last, you must understand the importance of infection control, not also in the during medication and insertions of central line and the peripheral line, also in the support services. Okay. طيب أنا خلصت يا شباب. Any question? Now I am in chat. Any question can be read in the chat. طبعا بعتذر عن أي مشكلة حصلت بخصوص العرض, لأن كان في مشكلة لكيفية العرض في وهي الصور عموما. أنا العرض كله كان شرح, يعني ما كانش فيه صور كتير إلا حاجات بسيطة. أي حد من الزملاء عايز يسأل عن النقاط اللي أنا تكلمت عنها يا شباب أنا معاكم. يعطيك العافية دكتور. Thank you دكتور عبد الرحمن for your presentation. It's more excellent. في أي سؤال ولا في أي أسئلة؟ يعطيك العافية دكتور. الكل ما عنده أسئلة. شكرا لك, شكرا على المحاضرة الرائعة. شكرا جزيلا. Next presentation, next speaker is Dr. Ashraf. He has the infection control diploma, global strategy for hospital hygiene, Claude de Bernard Lyon University of France 2003-2004, has experience of infection control in GDIBC and Al-Jawf Directorate in Saudi Arabia and Egypt, MOH in Egypt. The next session is overview of infection control required in handling and reprocessing of surgical instrument. تفضل دكتور أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ واضح دكتور. طيب أقدر أعمل شير للسكرين؟ تفضل. واضحة كده؟ واضحة دكتور تفضل. بس إن شاء الله ترجع لي, مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. Our topic today, CSSD. How the CSSD can affect the infection control in the hospital and how the CSSD technician can be affected due to the, some risks exposed during decontamination of an instrument. موضوعنا النهاردة إزاي CSSD ممكن يأثر في المستشفى, وده الكلام ده بدأه الدكتور عبد الرحمن في المحاضرة اللي فاتت, إن يعني في الآخر أنت بتورد الحاجات المعقمة, فلو في أي ما يشوب عملية التعقيم هيبقى في مشكلة في العمليات الجراحية أو الإجراءات عموماً اللي هتتم للمريض.
في نفس الوقت هم بيتعرضوا اثناء التعامل مع الالات الملوثه واثناء التعامل مع الاجهزه والحاجات اللي بيشتغلوا بيها قسم التعقيم لمخاطر معينه. هذه المخاطر بتمثل لهم مشكله، فلازم يبقى برضو في انفكشن كنترول بريكوشن حمايه ليه. السي اس اس دي از انتجرال بارت of the hospital and good CSSD is a good indicator, infection control indicator for the hospital. يعني معناها ان الـ CSSD ما هوش بس قسم عادي، لا، الـ CSSD مش مجرد اجهزة تعقيم، لا، ده منظومة كاملة لاستلام وتسليم والتعامل مع الادوات، ولو هو مطابق للمعايير فهيبقى الـ infection control indicator في المستشفى ككل يعلي الـ infection control indicator. الدور الاساسي للمكافحه اللي بيقدمه سي اس اس دي، اول حاجه هو الالات المعقمه والالات اللي بتروح له، هو بيعمل حاجه اسمها بريك ذا تشين اوف انفكشن، يقصر دايره العدوى بحيث ان يقصر العلاقه ما بين المريض السابق والمريض اللاحق. الالات تروح هناك يتم اعاده معالجتها بحيث ان لو عليها اي ميكروبات خطيره تم التخلص منها. خلاص؟ في نفس الوقت هي كان اكسبت اند ديستريبيوت انسترومنت اند سبلايز. ذي سبلايز كان بي ريوزابل اور ديسبوزابل، يستلم ويعيد توزيع السبلايز الاسترايل والمطهرات وخلافه، سواء كانت يعاد استخدامها او تستخدم لمره واحده بيبقى الاسطور عنده. في بعض اقسام التعقيم بتشتغل كاسترايل ستور سبلاي، يعني يمد بقيه المستشفى بالاسترايل سبلاي. اخر حاجه يضع معايير للديكونتامينيشن وعلى اساسها يبقى كانديكيتور للانفكشن كنترول في المنشاه. يعني كون انه يلتزم بالمعايير بتاعه مكافحه العدوى والمعايير بتاعه الام او اتش الخاصه بالديكونتامينيشن، الديكونتامينيشن اللي هو ازاله التلوث، يعني ان الاله تفقد التلوث السابق وتكون جاهزه لاستعمال المريض اللاحق. في ريسكس بقى ان ديورنج كارينج اوت ذيس ديكونتامينيشن بروسيس سي اس اس ليست ستاف ار اكسبوزد تو مالتيبل هازاردز، في بيولوجيكال هازارد وفي كيميكال هازارد وفي فيزيكال هازارد وفي جينوميك هازاردز. البيولوجيكال هازارد دي السكوب بتاع الانفكشن كنترول، الكيميكال هازارد مش موضوعنا لانه بيتعامل مع كيماويات فممكن يتعرض لمشاكل اثناء التعرض مع الكيماويات. فيزيكال هازارد لان اغلب الاجهزه اللي بتستعمل في السي اس اس دي بتنتج عنها حراره، فمن الممكن ان يعمل فاير انستنس، ومن ممكن يتسبب في بيرنز وبرض بعض الديس اوردرز هيت ستروك او بعض المشاكل الخاصه بالحراره وخاصه في البلاد الحاره زي المملكه العربيه السعوديه. ارجونوميك هازاردز اللي هو مخاطر الجهاز العضلي الحركي. يعني ايه المخاطر دي؟ قاعده غلط، وضع خاطئ اثناء يرفع احمال كبيره عليه، يدفع احمال ثقيله عليه، يحصل له بعد كده بقى باك بين، يحصل له غضروف، من الممكن التعامل في القسم فيه ميه وفي مطهرات وفي منظفات، فمن الممكن يتعرض للسليبس والفولز. فالحاجات دي كلها تعتبر هازاردز، كيميكال هازاردز، فيزيكال هازاردز، ايرجونوميك هازاردز، بس كل دي خارج السكوب بتاع الانفكشن كنترول. احنا هنركز على البيولوجيكال هازاردز. البيولوجيكال هازاردز اللي احنا هنركز عليه الترانسميشن اوف بلاد بورن باثوجين. الاساس بتاع الستاندرد بريكوشن والاساس بتاع ظهور مكافحه العدوى الخوف من انتقال الامراض المنتقله عن طريق الدم. ده هي كده في الاساس، مكافحه العدوى بدات كده في الاساس، وبدا يضاف عليها بعض البريكوشن الاضافيه مع ظهور الامراض الجديده. لكن هي في الاول كان البيولوجيكال هازاردز في مفهوم الناس اللي شغالين مكافحه العدوى هو انتقال الامراض المنتقله عن طريق الدم HBV HCV HIV. طب الكلام ده يتنقل ازاي في التعقيم؟ سوري، يتنقل ازاي في التعقيم؟
عن طريق النيدل ستيك انجن. النيدل ستيك انجن مش لازم عن طريق النيدل بس، اي جسم شارب يتم التعامل معاه يجرح الجلد من الممكن ان يوصل الفيروس لحد الداخل. فالنيدل ستيك انجري خاص ممكن تحصل في السي اس دي لانه بيتعامل مع الادوات الحاده، سواء كانت ادوات يعاد معالجتها او ادوات حاده يعني مفروض ما تعادش معالجتها ديسبوزابل بس وصلت له بطريق الخطا. سو اف سي اس دي ريسيف ريوزابل شارب ديفايس ذير از ريسك اوف نيدل ستيك انجري ويز ترانسميشن اوف بلاد بورن باثوجين. If the CSSD receive disposable sharp object or sharp instrument by mistake, it also carries a risk of causing bloodborne pathogen transmission. طيب how to deal with these risks؟ انك تتعامل باسلوب يقيق التعرض اثناء تنظيف الادوات الحادة التي يعاد معالجتها، وانك تتخلص من الادوات الحاده التي لا يلزم اعاده معالجتها لانها تستخدم مره واحده وجايه لك بالخطا، تتخلص منها في الشارب كونتينر. موضوع البرزنتيشن بتاعنا النهارده مش هنقدر نفوكس على كل الاداء بتاع مكافحه العدوى في معالجه الادوات. معالجه الادوات محتاجه 3 ايام. احنا هنتكلم على الاجراءات اللي مفروض الاستاف يلتزم بيها لحماية الادوات وحماية نفسه، هو ده موضوع محاضرتنا النهاردة عن طريق تطبيق الستاندر بريكوشن. يبدأ نعريف الستاندر بريكوشن، هو مجموعة من الاحتياطات، هي احتياطات قياسية بالعربي. ستاندر بريكوشن يعني احتياطات قياسية، هي مجموعة احتياطات قياسية يعني يتم عملها مع كل مريض، يعني هي اصلا معمولة لمناطق رعاية المرضى. طيب هل يمكن تطبيقها في قسم خدمات مستنده زي السي اس اس دي؟ ايوه يمكن تطبيقها، بس هيحصل لها موديفيكيشن. انت هناك بتتعامل مع مريض، هنا بتتعامل مع ادوات المريض، ما بتشوفش المريض اساسا، فلازم وانت بتتعامل مع ادوات المريض تتوخى الحذر وكانك بتتعامل مع رسول المريض للمرض، الرسول الذي ارسله لك المريض لنقل المرض اليك. اوكي، يبقى كونتامينيتد instrument or contaminated equipment carries a risk of transmission of blood-borne pathogen and other healthcare-associated infection to the staff. For this reason, standard precaution must be applied even in the CSSD, although there is no patient inside CSSD, but there is contaminated instrument, so it must be applied. Standard precaution is the basic infection control precaution or basic infection control measure. هي الإجراءات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. هي الحد الأدنى من التعاملات مع الآلات أو المرضى. Should be used all the time. Should be used to all the patient and all equipment. يعني يتم التعامل معها في جميع الوقت مع جميع المرضى مع جميع الأدوات. الغرض منها Protecting the healthcare worker, protecting the visitor, protecting the patients. Standard precaution is a combination of organization arrangement, PPE, application of safe working practices, and other appropriate or suitable behaviors. يعني هي عبارة عن تطبيق لمجموعة معايير او تطبيق لمجموعه احتياطات، منها احتياطات المنشاه حطاها كنوع من التنظيم للعمل وتنظيم للانشاءات وتنظيم لطريقه زي ما بيقول ايه الديزاين او الرسم الهندسي والمعالجه للتصميم الهندسي والمعالجه للاريشن او التهويه في مكان العمل، ومن الممكن انها تكون ورك براكتسز، ومن الممكن انها تكون هاند هايجين وبي بي اي واذر انفكشن كنترول بريكوشن. طيب في ثلاثه رولز اساسيين للستاندرد بريكوشن. تريت اول ذا ايتمز از كونتامينيتد. اي اله جايه لك من مريض اعتبر انها كونتامينيتد. يعني زي ما بتتعامل مع المريض ان هو عنده هيباتيتس بي وهيباتيتس سي واتش اي في، الاله اللي جايه منه اعتبرها كده. ثاني حاجه take care when dealing with infectious material or infectious contaminated items. ازاي تتيك كير؟ يوز بي بي اي. Which بي بي اي از نيدد؟
gloves and protective gown and mask and goggles and full PPE to protect yourself أثناء عملية التنظيف بتاعتك contaminated items. آخر حاجة take care of sharp items. وانت بتتعامل مع الشارب take care انك لازم تتعامل معها ب heavy duty gloves. take care انك لازم تتعامل معها على رؤية ما تتعاملش معها وانت مش بصص لها. حاجة تانية تتعامل معها one by one بحيث انك تقلل احتمالات الإصابة أثناء التعامل مع الأدوات الحادة. دي ثلاثة رولز أساسيين في الستاندر بركوشن لابد تحطهم في دماغك. all items considered contaminated. Protect yourself by PPE from the infectious material and protect yourself by safe practice, work practices when dealing with sharps, whether it is reusable sharps or single used sharps. 9 categories is applicable for standard precaution in CCSD. احنا زي ما قلنا ان اصلا الستاندرد بريكوشن مش معموله بس عشان السي سي اس دي، بس 9 محاور قابله للتطبيق في السي سي اس دي. فيرست 1 از ذا لوكيشن اند ديزاين، سكند 1 از ذا هاند هايجين، ثيرد 1 بي بي اي، ثيرد 1 فورث 1 سويلد بيشنت كير اكويبمنت، هاو تو ديل وذ ذا اكويبمنت ان سيف واي اند هاو تو بريك ذا انفكشوس سايكل اور انفكشوس material eliminate the infectious material and decontaminate the instrument. Safe management of environment, المحافظة على البيئة. Safe management of blood and body fluid spillage, لو حصل انسكاب للدم وفي سوائل الجسم ازاي تتعامل معاه. Safe disposal of waste. Safe the management of linen. واللينن هنا المقصودة اليونيفورم والورك كلوزنج مش الملايات بالصورة عادية يعني. وآخر حاجة الاكوبيشنال سيفتي سواء كانت ورك براكتسز أو كانت اميونيزيشن اند مانجمنت اوف اكسبوجر. بالتلخيص كده الستاندرد بريكوشن مش معمول أساسا على السي اس دي لوحده، لذلك يمكن تطبيقها على السي اس دي بس من خلال تطبيق 9 محاور. التسعة محاور هي موقع السي اس دي، ازاي اختار موقع مناسب بما يناسب مكافحة العدوى. الديزاين ازاي اعمله يناسب مكافحة العدوى أو التصميم. الهاند هايجين، ادوات الوقايه الشخصيه، ازاي اتعامل مع الالات بصوره امنه لاعاده معالجتها وازاله تلوثها بحيث انها يتم التعامل معها مع مريض جديد بامان. وبعدين المحافظه على بيئه القسم التعقيم، المحافظه على بيئه قسم التعقيم من الانسكابات الدمويه او سوائل الجسم. التخلص من النفايات بتاعه قسم التعقيم، التخلص من الملاءات او المفروشات الملوثه لقسم التعقيم، والمقصود هنا طبعا الملابس العاملين لان ما بيشتغلوش بيه في ملاءات اساسا. اخر حاجه حمايه العاملين او حمايه التيم اللي شغال، سواء بقى تطعيم او لو تعرض يحصل له ايه، والبروتوكول بتاع العلاج ايه، والبروتوكول بتاع البروفلاكسز او الحمايه ليه ايه. نيجي للدليل البلاننج والديزاين. اللوكيشن بتاعه نختاره ازاي؟ اكثر قسم بيورد لقسم السي اس اس دي هو الاو ار والدي سيرجي يونتس، عشان كده لازم يبقى قريب منه. تاني حاجه لما بنقلل المسافه بيبقى نقل الادوات اسهل وما بياخدش وقت وامن لان المسافه اقصر. اخر حاجه يعني يتعمل في نفس الدور. طيب افرض انه ما ينفعش في نفس الدور، يتعمل فوقه او تحته بحيث ان من خلال المصاعد يتم نقل الالات. يبقى في مصعد مخصوص للديرتي ومصعد مخصوص للاسترايل. يبقى ساعتها المساله بقت قريبه والنقل بقى سهل. In English, the place or location of CCSD must be very close to the OR or day surgery units. Why? Because the main supply of an instrument to CCSD is through this OR or day one day surgery. To minimize this distance, it is will save time and will be less risk during the transportation of an instrument. So it is better to be located at the same floor. If not available, just above, just below. And by the using of lift, one for the dirty and one for the clean, or the sterile, it is okay and it is really very good location for CCSD.
الديزاين. CSSD must be designed as dirty area and clean area. يعني لازم يتقسم لمنطقة نظيفة ومنطقة ملوثة. الكلام ده تقسيم نظري؟ لا، تقسيم clear demarcation, physical demarcation، يعني تقسيم تام إلى منطقة نظيفة ومنطقة متسخة. معنى كده إن لازم يكون في فواصل، حوائط، أجهزة. على سبيل المثال ووشر يفصل بين الديرتي والكلين، الووشر يبقى له باب ناحية الديرتي وباب ناحية الكلين. So separation must be by machines, double door, or by walls or other barriers, physical barriers. This allow unidirectional flow. هذا التصميم يسمح بالمرور في اتجاه واحد from dirty to clean. It is a must. لازم يكون الفلو بتاع الآلات في CSSD من الديرتي للكلين، يعني الآلة تمشي في اتجاه واحد ما ترجعش، عايزة ترجع ترجع من الأول، يعني ما ينفعش ترجع خطوة أو اتنين، لا ترجع من بداية الرول أو من بداية الطريق. طيب لو في مناطق ديرتي وكلين وفيها تمييز في الضغط، فروق في الضغط، بيتعمل حاجة اسمها إيرلوك. إيرلوك is a special design to maintain the pressure difference between dirty areas and clean areas. هي مناطق يتم تصميمها بصورة خاصة، عبارة عن مدخل من خلال بابين كده، أشبه ما يكون بالأنتي روم بتاعة الايزوليشن روم. نفس الفكرة، باب الدخول وخروج، ما تفتحوش البابين في وقت واحد، تفتح باب وتخش وبعدين تفتح التاني وتخش، ده للحفاظ على الضغط between the two areas. طيب هل نكتفي بتقسيم منطقتين dirty وكلين؟ لا، أغلب الأقسام بنقسم الكلين لـ 3 parts. First part inspection, assembly and packing area، اللي هي منطقة التجهيز، نفحص الآلات بعد ما تنظفت ونجمعها ونغلفها، دي بنسميها الـ preparation area، دي area من ضمن الكلين. طيب بعد ما عدت من جهاز التعقيم بيبقى sterile خلاص وباكد خلاص، بنسميها sterile storage area. طب المنطقة بتاعت صيانة أجهزة التعقيم بنسميها supportive area. كل هذه المناطق بتعتبرها clean، يعني الديرتي area هي decontamination area بس، اللي هي منطقة غسيل وتنظيف الآلات، أي مناطق تانية بتعتبر clean. التقسيم المستفيض لثلاث مناطق ده المعيار الأوروبي. المعيار الأمريكي ممكن الكلين أريا تكون بدون فواصل، على أساس أن كل المناطق دي كلين، سواء سبورتيف أريا، سواء بريباريشن أريا، سواء سترايل ستورج أريا. أوكي؟ طيب الديون دايركشنال فلو ده بتاع الأشخاص؟ لا، احنا قلنا في فيزيكال سيباريشن للسبلايز، فيزيكال سيباريشن للأشخاص. مين اللي بيعدي من منطقة لمنطقة؟ حاجتين، الهواء والآلات. Only instrument pass from area to area and only air is passing from area to area. عشان كده هيبقى لدى فلو ولدى فلو. الخاص بالآلات بنسميه work flow from the decontamination area or solid area or dirty zone، تدخل على الكلين زون اللي هي البريباريشن اريا، وبعد ما تتعقم تخش في الاسترايل ستورج اريا. خلاص، ده الفلو بتاع الانسترومنت، مسار الانسترومنت. لكن الاشخاص ما يسمح لهمش التنقل من منطقه لمنطقه، لازم عشان ينتقل من منطقه لمنطقه يخرج خالص ويعتبر نفسه شخص جديد. For CSSD technician to be moved from one area to another area, it must be go out and considered as a new person to enter the new area. يعتبر نفسه لسه جاي من البيت، هيدخل المنطقة التانية الجديدة. طيب هل التهوية لها دور في منع انتقال العدوى داخل CSSD؟ اللي هي الـ HVAC أو نظام التدفئة والتهوية والتكييف. طيب هو له دور؟ له دور في ضبط درجة الحرارة والهيوميديتي، temperature and humidity adjustment، control الأودر لو في روائح بتطلع، وتغيير الهواء عشان الروائح ما تستمرش. لكن له دور في نجاح مكافحة العدوى، اللي هو remove the contaminated air، لو في air أصبح contamination هو بيسحبه. الحاجة الثانية minimize the risk of transmission of airborne pathogen، لو بتتعامل مع
آلات فيها احتمالية ايربورن باثوجين، هو بيقلل هذا الاحتمال عن طريق التحكم في ضغوط الهواء. طب ازاي؟ كل منطقة بيبقى ليها وصفة للحرارة وللبريشر وللهيوميديتي تناسب الأداء اللي بيتم. For decontamination area temperature is low from 16 to 18، البريشر نيجاتيف سلبي على أساس إن يمنع خروج الهواء الملوث للمناطق المحيطة، الهيوميديتي قليلة. طب ليه التوليفة دي؟ الحرارة منخفضة عشان تقلل التكاثر الميكروبي على الآلات، وفي نفس الوقت العاملين اللي شغالين لابسين فول بي بي لفترات طويلة، فإحساس التعرق وإحساس القرف من اللبس الكتم بقلله بأن الحرارة تبقى أقل والهوميديتي تبقى أقل. طيب والإير تشينجز نظبطه على 10 مع نيجاتيف بريشر على أساس تمنع مرور الهواء الملوث. طيب المنطقة الثانية inspection assembly packaging area اللي هي المنطقة للتجهيز أو التغليف بتاعة الأدوات، الحرارة أعلى شوية from 20 to 23 or 24 but it is positive pressure. Positive pressure why? To prevent contaminated air from coming inside، يمنع الهواء الملوث من الدخول لهذه المنطقة. طب ليه؟ لأن الآلات ما زالت غير مغلفة، فمن الممكن أنها بعد ما تتنظف تتلوث تاني. الهيوميديتي منخفضة لأن الأجهزة برضو اللي موجودة في المنطقة دي أجهزة أوتوكلاف ووشر وكلام من ده، فبتصعد منها حرارة وبتصعد منها رطوبة. الاير تشينجز 10 اير تشينجز بالاور أو تغيير الهواء بمعدل 10 مرات في الساعة مع الحفاظ على البوستر بريشر، والبوستر بريشر زي ما احنا شايفين كده في السلايد بلس 2 يعني أعلى منطقة بوستر في السيس دي عموما. طيب الاسترايل ستورج اير التمبريتشر ذا سيم تمبريتشر 20 تو 23 اور 24، بوزيتيف بريشر بوزيتيف بريشر، الهيوميديتي از هاير. ليه؟ لان ما فيهوش اجهزه وما فيهوش حاجه وما فيهوش اشخاص شغالين اصلا، ده منطقه تخزين، فالحد 70 مقبول للحفاظ على المغلفات. الاير تشينجز مش مطلوب ان يبقى 10 لان ما فيش اشخاص موجودين وما فيش تلوث بيحصل، اربع مرات كافيين تغيير معدل تغيير الهواء اربع مرات كافيين. بوزيتيف بريشر بوزيتيف بريشر. طيب هو بوزيتيف زيه زي البريشر اريا؟ لا اقل. طب ليه؟ لان الالات اصبحت مغلفه، يعني بقت سترايل ومغلفه، فاحتمالات تلوثها هيبقى تلوث للغلاف وليس تلوث للاله نفسها. طيب الاكسسيف هيوميديتي لو حصل فوق ال 70 يحصل مشكله؟ كأن الآلات أو كأن المغلفات اتبلت، وإحنا معروف إن أي مغلف معقم حصل فيه رطوبة أصبح غير معقم. طيب يبقى الفلو بتاع الآلات كان from dirty to preparation area to the sterile store after sterilization، من الديرتي للpreparation area بعد التنظيف، ومن الpreparation area للsterile store بعد التعقيم. طيب البتاع الاير بقى ده التصميم بقى اللي في الصوره قدامك دلوقتي، الهواء يتدفق منين بقى؟ من البريباريشن اريا تو اول ذا سراوندنج اريا، يروح للاسترايل ستور ويروح للديرت اريا. الاسترايل ستور يخرج منه للاراوند اريا ما عدا البريباريشن اريا. طيب والدي كونتامينيشن اريا اللي هي المنطقه الملوثه تشفط الهواء وتجذب الهواء من جميع المناطق المحيطه لمنع انتشار الهواء الملوث لاي منطقه مجاوره. كده واضحه؟ ان شاء الله تكون واضحه. طيب نظمنا مرور الالات، نظمنا مرور الهواء، ننظم مرور الاشخاص بقى. CCSD staff should protect the integrity of the controlled environment of CCSD by applying traffic control guidelines. هنلاحظ ان الاقسام اللي ليها معدل خطوره عاليه لازم يبقى فيها traffic control. زي ايه؟ زي قسم مثلا الايزوليشن لازم يبقى فيه ترافيك كنترول، مين يدخل ومين يخرج ويدخل ازاي ويخرج ازاي، ويعرف قبل ما يدخل يلبس ايه ويعرف بعد ما يخرج يعمل ايه، ده مهم. الاو ار داخل يدخل يلبس ايه في المنطقه الفلانيه، يعمل ايه في المنطقه الفلانيه، يعمل ايه لو دخل غرفه العمليات يعمل ايه، ده ضروري. نفس الكلام في السي اس اس دي، بنسميها اريا اوف كنترولد فنتيليشن اور كنترولد انفايرمنت، يعني منطقه تم تحضير البيئه بتاعتها سواء بيئه التهويه او بيئه العمل.
فلازم الحفاظ على هذه البيئة، الحفاظ عن طريق ان الناس تغير هدومها، ومش اي حد يدخل اي منطقة باي لبس. كل منطقة ليها معاييرها الخاصة، زي ما بنعرف في العمليات، العمليات متقسمة لثلاث مناطق، منطقة محظورة ومنطقة نصف محظورة ومنطقة غير محظورة. اللي بيتلبس هنا ما ينفعش يتلبس هنا، واللي بيتلبس هنا ما ينفعش يتلبس هنا. نفس الكلام فين؟ في العمليات. اللي يفرق في العمليات ان ممكن يكون في فيزيتورز، ناس تدخل تزور، سواء بقى الفيزيتور دول داخلين يتفرجوا او داخلين يتعلموا او داخلين يصينوا الاجهزة او يعايروا الاجهزة. لازم to be educated about the traffic control protocols. لازم نعرفهم ايه الدريس كود، يلبس ايه في المناطق المختلفة، ويدخل ازاي، والكنترول الاكسس، ويدخل ده ازاي، ويدخل ده منين، ولما يخرج يخرج ازاي، ولما يخرج من المنطقة التانية يخرج ازاي. ده بنسميه traffic control protocol. طب بالنسبة للCSSD، separate entry، خلاص بيخش منه على الديرتي او الكلين. يعني ايه؟ عنده لوكر روم لها مدخل على الديرتي ولها مدخل على الكلين. خلاص اللي دخل على هنا خلاص اصبح شخص يشتغل في المنطقه الديرتي، واللي اشتغل على في المنطقه الكلين شخص يشتغل في المنطقه الكلين. ممنوع الخروج والخلط بين المنطقتين للاشخاص، الا لو خرج لللوكر روم وقلع البي بي اي واعتبر نفسه شخص جديد وانتقل للمنطقه الاخرى. طيب عشان يخش المنطقه الكلين تشينج ذير كلوز ويلبس سكراب وهيد كفر وفيشيال كفر لو مربي دقنه، ويلبس شوز خاص بالمنطقه اللي هيروحها. الشوز ده ممكن يكون ملون على حسب المنطقه، الاسترايل ستور لها شوز مخصوص، البريبريشن اريا لها شخص شوز تاني لون تاني، الديكونتامينيشن اريا لها لون تالت، على اساس لو انتقل شخص من حته لحته يتعرف انه جاء في المكان الخاص. طيب بقى الحاجات الاكسسوار اللي لابسها، ساعه او غيره، كله يتخلع بحيث ان تقلل احتمالات انتقال الملوثات من الستريت كلوزس ومن الاكسسوري لقسم العمليات، زي ما بتعمل في العمليات بالظبط. بتقلع وتغير هدومك، ولو معاك اكسسوري بتقلعها، على اساس مفيش احتمالات انك تنقل ملوثات لقسم العمليات، مفيش احتمالات انك تنقل ملوثات لبرضه قسم السي اس اس تي. طيب لو داخل المنطقه كلين بنسميه السيمي كريتيكال دريس كود، اللي هو اللي داخل بيه بقى، اللي هو السكراب هيد كفر وشوز مخصوص. طيب لو داخل الدي كونتامينيشن اريا، لا ده ما يكفيش، لازم ابرون، لازم انفورسد جاون، لازم فيس شيلد او جوجلز وماسك للحمايه، لانك هتتعامل مع الات ملوثه وممكن يحصل سبلاشز اوف انفكشوس ماتيريال. طيب خرجت من المنطقة الكلين أو خرجت من المنطقة الديرتي، تقلع البي بي اي وتلبس لبسك وتخرج، يبقى كده أنا حميت كمان بيتك من الملوثات، إنك تاخد معاك ملوثات المستشفى تروح بيها. يبقى الترافيك كنترول الغرض منه مينتين كنترول انفايرمنت أو انسايد سي اس اس دي، بريفنت contamination or increase the viral the microbial load of the CSSD, and at the same time prevent the transmission of harmful microorganism to the staff homes. طب بالنسبة للزوار، when the visitor are authorized to enter the CSSD, they come through the same area or locker room، ويدخل الديرتي ويدخل الكلين، بس ما بيلبس سكراب بقى، بيلبس يلو جاون على لبسه، ما بيغيرش هدومه، ويغير الشوز، ويعمل هيد كفرنج وماسك. طيب افرض داخل الديرتي اريا يعمل فيها حاجه، لا يلبس زيه زي العاملين، لان الديرتي اريا منطقه ملوثه لازم يلبس زيهم تماما. طيب الهاند هايجين نمره 2 او نمره 3، خلصنا الديزاين وخلصنا اللوكيشن. هاند هايجين مش هقول جديد، هو السمبلست والسنجل موست افكتيف براكتس تو ريديوس ذا ترانسميشن اوف انفكشوس ايجنت. وطبعا انتوا تعرفوا اكتر مني الهاند هايجين، وفي ناس شغاله في مشاريع الهاند هايجين ومعلوماتهم فيه احسن مني. طيب امال بس هنركز على ايه؟ هنركز على ان الهاند هايجين بينقسم لنوعين، ونشوف النوعين ازاي يتطبقوا جوه السي اس اس دي. هاند واشنج بوش بسوب اند ووتر، وهاند رابنج ويز الكول بيست هاند راب. طيب
كلينينج هاند والصوب اند ووتر ده لما يكون الايد فيزيبل كونتامينيتد، لما تكون الايدي فيزيبل كونتامينيتد لازم استخدام الماء والصابون خلاص تو ريموف ذا مايكرو اورجانيزم. طيب محتاجين ستيشن تسمى هاند ووش ستيشن. الستيشن دي عباره عن فاسيلتي يعني حوض، وعباره عن سبلايز. الحوض ده لازم يكون ديديكيتد اونلي فور هاند ووشينج، يعني ما ينفعش حوض بتاع دي كونتامينيشن في انسترومنت استعمله واقول اصل المكان ضيق، اصل ما فيش سبيس، اصل ما فيش مكان اعمل حوض. لا، حوض الشغل حوض ملوث، لو رحت تغسل ايديك يبقى رايح تلوث ايديك. سو هاند هيجين ماست بي ان ا كلين سينك ديديكيتد سينك اونلي فور هاند هيجين. طيب هاند هيجين بس يعني حوض بس؟ لا، في ديسبنسر للصوب وفي ديسبنسر للبيبر تاول. دي الستيشن اللي بنتكلم عنها. طب الستيشن دي موجوده في كل المناطق؟ احنا قلنا خلاص بقى في دي كونتامينيشن اريا وفي كلين اريا متقسمه للبريبريشن اريا والسترايل ستورج اريا. طيب ينفع احط فيهم كلهم؟ لا، الدي كونتامينيشن اريا حط زي ما انت عايز ويبقى قريب من العاملين، ممكن واحد واثنين لو المساحه كبيره. لكن في الكلين اريا مش مسموح بوجود حوض. ليه؟ لان ممكن يحصل سبلاشز اوف ووتر. سبلاشز اوف ووتر تيجي على ورق التغليف باكجنج ماتيريال اور باكج ايتمز، تخرب ماده التغليف او تخرب المواد التي تم تعقيمها لانها تخرب التغليف. احنا قلنا اي تغليف يجي عليه ووتر اصبح نان ستيرايل. طب امال احطها فين؟ الاكسس بتاع الكلين زون وانت داخل على البريباريشن اريا وانت داخل على الاسترايل ستورج اريا. يعني معناها ممكن يكون في الاريا بتاعه الاير لوك، المنطقه اللي بتتوسط المناطق من الممكن يتواجد فيها حوض، على اساس ما فيهاش شغل، ما فيهاش ورق تغليف، ما فيهاش احتمال للطرطشه. طيب مش هنتكلم كتير عن الخطوات والزمن، كلام مش جديد، ما فيش حاجه خاصه بالسي اس دي عموما، يعني نفس الكلام 40 ثانية ل 60 ثانية ولازم يكفر كل الايد، واللي هنستعمله صوب عادي لان كل الغسيل اللي موجود يدوبك غسيل طبيعي بسيط بنسميه ريجولار هاند ووش. طيب النوع الثاني بقى الهاند رب. الهاند رب، الهاند رب استعمال الكول بيست رابنج ماتيريال خلاص، بس لازم الايد تكون ايه؟ clean hands. طيب يعني معناها لو الايد نظيفه استعمل الهاند راب افضل. ليه بقى؟ اسرع، اسهل، اقرب، اكثر فاعليه، اكثر حفاظا على الايدي. اكثر حفاظا على الايدي، الصابون يزيل الماده الدهنيه من على الايدي. الالكول بيست هاند راب ما يضاف عليه مواد للحفاظ على الايدي، فهو بيتر كومبلاينس لانه اقرب وما بياخدش وقت، نصف الوقت تقريبا. ليس اريتيتنج تو ذا هاند عشان عليه ايموليانت وعليه اديتيفز بتقلل المشاكل اللي بتحصل للسكن. اخر حاجه المناطق اللي مش مسموح بوجود فيها حواض ما عندكش حل غيره. عندنا مناطق الفيدي في السي اس دي، عندنا منطقتين اللي هي البريباريشن اريا غير مسموح بوجود حواض، يبقى لازم اتوجد ديسبنسر في كل حته، كل منطقه عمل يبقى فيها ديسبنسر واثنين وثلاثه. طيب المنطقه الثانيه اللي ما يسمحش فيها بوجود احواض الاسترايل ستور والديسباتشنج اريا، او منطقه حفظ او تخزين الادوات المعقمه او خروج الادوات المعقمه وتسليمها للاقسام. طيب اوفره في صوره ايه؟ ممكن وول ماونتد مثبت في الحائط، وممكن ديسك توب، وممكن بوكيت، بس الاشهر هم الاثنين دول اللي هو على الطاوله وعلى الحائط. في جميع مناطق العمل لازم يكون قريب مني، يعني انا شغال على طاوله يكون على نفس الطاوله، شغال على طاوله يكون على جنبي على الحائط، بحيث ان انا ما اتحركش اكثر من ثلاث خطوات، على اساس ان معدل التكرار كتير فلا بد ان نضمن ان هو يتم كويس. الديوريشن زي ما بنقول نص الديوريشن. الخطوات ما فيش جديد بالنسبه لنا، لان هو زيه زي اي قسم في المستشفى وتعرفه احسن مني. الفايف مومنتس اللي بتاعه الهاند هيجين سواء هاند ووش او هاند راب دي مشهوره في الحالات اللي بيتعامل فيها مع البيشنت. طب السي اس دي ما فيش بي بيشنت، طيب يبقى الفايف مومنتس لازم يحصل لها موديفيكيشن. ان الستاف يغسل ايديه امتى؟ وهو داخل القسم.
وهو خارج من القسم، سواء الديكون تمنيشن اريا سواء الكلين ارياس، خلاص يغسل ايديه اول ما يدخل على منطقه العمل وهو خارج مروح من مناطق العمل. لما الايد تكون سويلد، معنى ان سويلد يعني الكحول لوحده لا يصلح، لابد من ازاله للميكروبات، ازاله للميكروبات يبقى هاند ووش. لو اتقطع القفاز معناها ان ايديك تلوثت تحت القفاز، يبقى الهاند رب مش كفايه او لا يجزئ، فلا بد من الهاند ووش. طيب وانت رايح الحمام وانت رايح تاكل اللي هو عادي بقى، يعني الانشطه العاديه، رحت اللاونج تشرب حاجه، رحت استراحه، رحت المطبخ، رحت كذا، تغسل ايديك قبل ما تروح، قبل ما ترجع تغسل ايديك. طيب الهاند رب معدلاته اكتر كتير بقى، وخاصه في المناطق اللي لا يوجد فيها احواض، اللي هي البريبريشن اريا والاسترايل ستورج اريا. طيب كل مره تعد اله او تعد ست طقم تعمل قبل وبعد. طيب بتعمل لودنج للجهاز وبتعمل انلودنج لجهاز الاسترايليزيشن قبل وبعد، بتخرج الات للاقسام، يبقى قبل ما تتعامل بايديك مع الالات وبعد ما تخلص تسليم للادوات. After touching your eyes or nose or your mask، يعني ايه؟ وانت بالباي ميستيك لمست النظارة، لمست قلم، لمست تليفون، لا لازم تعمل هاند هايجين. هاند هايجين بايه؟ بالهاند رب، لان مفيش احواض في المناطق اصلا بتاعت البريبريشن ولا الاسترايل ستور. اخر حاجة لو touching highly or frequently touched surfaces، توب نوب، تابلت، تليفون، كمبيوتر، استعملت حاجه بيستعملها غيرك ناس كتير، اول ما تعمل لها تاتش بعد ما تخلص لابد انك تعمل هاند هايجين. والطريقه المثلى الهاند رب طالما ايديك باينه انها نظيفه، لان الهاند بالالكول بيوفر وقت ومور افيشنت. الملاحظات الأساسية للهاند ووش تيبس هي بتاعت أي اسم. لو في إيديك التهابات، لو في إيديك جروح، لازم ميديكال كير قبل ما تشتغل، ما ينفعش تشتغل. ليه؟ لأن الهاند هايجين مش هينفع يتعمل طول ما إيديك مجروحة أو إيديك فيها إيريتيشن أو فيها إكزيما، فلابد الكونديشن تو بي ريزولفد. لو لابس ساعة أو لابس مجوهرات وأكسسوري لازم تزيلها، لازم الأظافر تكون أقل من ربع إنش عشان تقدر تنظفها، وتقدر في نفس الوقت ما تقطعش القفازات، لان القفازات بتمثل حمايه ليك، لو اتقطعت يبقى انت عرضت نفسك للخطر. طبعا الاظافر الصناعيه والاكسسوري الغريبه بتاعه الاظافر غير مسموح باستخدامها. اخر حاجه لو بتستعمل هاند ووش بسوب اند ووتر، يبقى لازم تستعمل لوشن عشان تحافظ على طراوه اليد. لو بتستعمل الكوب بيز هاند رب، هو اصلا فيه الاميليانت وفيه اللوشنز. تاني حاجه البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، طبعا العادي ان انتوا عارفين كويس البي بي اي ودارسينها في كل الدورات اللي قبل كده. احنا بس هنقول فروم سي سي اس اس دي بوينت اوف فيو، اللي هي ايه بقى؟ هي مجموعة باريرز بنستخدمها للحفاظ على أو لعزل العاملين عن الحاجات الملوثة أو البيئة الملوثة. طيب لابد أنهم يعرفوا how to use which PPE must be used and when to use، لازم يعرف إمتى وإزاي وإيه اللي يستخدم. ليه؟ failure to wear suitable PPE or bad use of PPE will result in risk for infection. لو لبسها بطريقة خاطئة، لبس PPE خاطئة، معرض للعدوى. طيب لازم يفهم الـ CSSD الـ importance بتاع الـ wearing PPE. protect themselves، يحمي نفسه. اوكي؟ يحمي الـ CSSD، احنا قلنا هو عبارة عن controlled environment، لازم يغير هدومه فحماية للـ CSSD. اخر حاجة حماية للأدوات اللي بيغلفها، يلبس ماسك عشان يحمي الأدوات اللي بيغلفها، يلبس قفاز عشان يحمي الأدوات اللي بيغلفها. يبقى حماية للنفس، حماية للبيئة، حماية للأدوات قبل التعقيم. طيب لابد من اختيار أدوات وقاية سليمة للحفاظ على نفسك والحفاظ على الآلات. طب ده احنا قلنا ان كل منطقة ليها كود ريسك زيها زي العمليات،
يبقى انت لازم تخطط الكود ريس المظبوط. انت في الديكونتامينيشن اريا يبقى مفروض انك بتلبس ايه؟ بتلبس كل البي بي، في غيرها بتلبس السكراب وشوز والماسك. طيب لو بتعمل شغله فيها تعرض البس البي بي اللي تمنع التعرض. قبل ما تلبس لازم تتاكد انها تكون معتمده من الام او اتش، ولازم تكون قريبه منك ومتوفره طول الوقت، تلبسها بطريقه صحيحه. وانس انك لبستها ما تلمس بيها لانها اصبحت ملوثه وممكن تنقل التلوث للاسطح او لغيرك او للادوات. طيب في منها بيبقى ديسبوزابل وبنأكد عليه. الديسبوزابل اللي بنأكد عليه اللي هو الغريب شويه في السي اس دي اللي هو الهيفي ديوتي جلافز، غير بقيه الاقسام هو ديسبوزابل في السي اس دي. الريوزابل لازم يبقى لها سايكل مخصوص للتعامل معاها، وده هيبقى الفيس شيلد او الجوجلز. دي لسته ممكن تطلع عليها ايه الادوات اللي في كل منطقه على حسب الكود دريس بتاع كل منطقه في السي اس دي من باب العلم بالشيء. بعد كده بقى الطريقه بتاعه اللبس والطريقه بتاعه الخلع، مفيش جديد يخص السي اس اس دي. على حسب هتلبس ايه تلبسه بالترتيب المعقول وتخلعه بالطريق المنظور. السيف شارب، انت بتتعامل مع شارب سواء شارب انسترومنت جايه تنظفها، فوانت بتعمل لها هاندلنج وانت بتنظفها تيك كير، وديسبوزنج لو هي جات لك بالخطا وهي مفروض تترمي وجات لك بالخطا ترميها في الشارب بوكس. طيب الادوات لما تتنقل فيها ادوات شارب يبقى ما ينفعش في اكياس نهائي، لابد كونتينر زي اللي احنا شايفينه ده يكون كلر كودد وعليه علامه الخطر الحيوي ويكون محكم الغلق عشان لو في سوائل او حصل انزلاق او حصل وقوع الادوات ما تعورش حد او ما تسببش مشكله. اخر حاجه الاحتياطات الأساسية بقى وانت بتتعامل الشارب بوكس، ما يتمليش ثلاث ارباع ولازم يبقى له مواصفات مخصوصة ويبقى قريب منك، ما تمشيش بالأدوات الشارب، ولو اللي اتملى ثلاث ارباع تقفله وتبعته للويست. الويست في حاجات ويست كتير بتطلع من العملية من السي اس اس دي، زي البي بي اي اللي كنت بتستعملها تعتبر ويست، حاجات اللي جات لك بالخطأ ديسبوزابل عايز ترميها، استعملت بيولوجيكال انديكيتور وعايز تتخلص منه، استعملت كيميكال سوليوشن عايز تتخلص منها، كل دي تعتبر ويست وكل واحده ليها مسار. النون هازاردس مع النون هازاردس والهازاردس مع الهازاردس. اللي يهمنا بس في البي بي اي انها كلها تعتبر نون هازاردس لانها ملوثه بصوره غير كبيره بالدم، مش منقوعه في الدم. اخر حاجه برضو البيولوجيكال انديكيتور بعد ما تعمل له فحص انك انت تحطه في الهازاردس ويست. طيب والاكسيدنتال ريسيفد ديسبوزابل شارب بتحطها في الشارب بوكس، ودي قلناها مره واثنين وثلاثه. طيب المانجمنت اوف انفايرمنت، بروتوكول طبيعي للتعامل مع الانفايرمنت ويتخذ فيه كل الاشخاص سواء بقى الهاوس كيبنج او سواء الستاف للاجهزه. طيب لو حصل تلوث بالبادي فلويدز والسبلج يبقى في سبيل كيت، والسبيل كيت اكيد هيتشرح بالتفصيل في الانفايرمنتال. في حاجه مخصوص في السي اس دي؟ لا، مجرد انوميريشن هنا. طيب اللاندري، اللاندري اللي مخصوصه هنا في اللي موجوده في السي اس دي اللي هو لبس العاملين، لو انت بتتعامل معاه من الممكن انه ينقل لك عدوى، ف وانت بتجمعه وبتحطه في اللاندري باسكت زيه زي الكونتامينيتد بتاع الاقسام، تيك كير وتجمعه من ايدك للباسكت، ما ينفعش تعمل له سورتنج، ما ينفعش تعمل له اي اجيتيشن، هاندلنج ويز مينيمال اجيتيشن يعني في اقل الحدود تجمعه وترميه. لو حصل له سويلنج بطريقه جامده جدا لازم تحط ووتر بروف لاندري باجز عشان ما يحصلش منه تسريب. اخر شيء الاوكيوبيشنال سيفتي، كل العاملين في التعقيم لابد انهم يتحولوا لنفس البروتوكول بتاع العاملين في المستشفى من ناحيه الايمونايزيشن ومن ناحيه لو حصل اكسبوجر. طيب الايمونايزيشن
السكريننج اول ما يجي المستشفى ويشتغل في السي اس دي زي بقيه المستشفى، نعمل له سكريننج للبي والسي والاتش اي في، ولو حصل تعرض يتعمل له للبي والسي والاتش اي في. طب يتعمل له سكريننج للتي بي اللي هو اللي بنسميه بروتين بيوروفايد بروتين ديريفاتيفز او السكين تيست، بيتعمل لو هو نيجاتيف وبيتعمل كل سنه لو هو نيجاتيف، ولو اتعرض للتي بي بيتعمل له عشان نتاكد انه ما اتصابش. الفاكسينز هي الفاكسينز العموميه، الهباتيتس بي والانفلونزا والتي دي والتي دي بي والفاريسيلا والام ام ار والمننجايتس لو في مناطق زي مكه والمدينه وبيتعامل مع حجاج وناس اغراب كتير، واخر حاجه اللي بيتضاف بقى من الصحه العامه زي الكوفيد اللي ممكن يبقى معانا كل ست شهور تاخد جرعه. اخر حاجه لو حصل اكسبوجر نيدل ستيك وده اشهرهم، لو حصل بلاد سبلاشز وده اقل شويه، لكن ممكن يحصل اكسبوجر لتي بي، ممكن يحصل اكسبوجر لتشيكن بوكس او فاريسيلا، ممكن يحصل اكسبوجر للميرسكو، ممكن يحصل لكوفيد، لانه في الاخر شغال في المستشفى وبيقعد مع العاملين في المستشفى، بيقعد مع السكن معاهم ويقعد في الاستراحات معاهم، فممكن يتعرض. يبقى هو التعرض بتاعه زي التعرض بتاعهم، والتحليلات اللي بتتعمل تتعمل ليهم، والورك ريستريكشن زيه زيهم. يبقى في المعامله مفيش حاجه مميزة، بس احنا بس بنسلط الضوء عليه ان هو ما يعتبرش نفسه خارج نطاق العاملين في المستشفى. انا كده خلصت، وارجو ان اكون غطيت النقط قدر الامكان، وعندنا 5 دقائق للاسئلة، معذرة السلايدز الاخرانية مشيناها بسرعة شوية على اساس الوقت. شكرا، يعطيك العافية دكتور أشرف، شكرا محاضرتك الأكثر من رائعة. لو سمحت إذا في أي سؤال ممكن تكتبونه بالشات، الله يعطيكم العافية. ما شاء الله الأغلب يشكر يا دكتور ويقول المحاضرة واضحة وشاملة. يعطيك العافية دكتور، بإذن الله راح يكون عندنا بريك 10 دقائق وبعدها راح نرجع بإذن الله. في هذا الوقت تقدرون تحلون البري تيست لو أنتم حابين. يعطيك طيب، العافية. هو في سؤال بس واحد بعته كده، الأدوات المعقمة الوقت بتاعها. السؤال ده ما اتقالش في المحاضرة، بس هو سؤال يعني غالبا بيتسأل، يعني من ساعه ما تخرج من قسم التعقيم ايه التاريخ اللي كتب عليه؟ هو فعليا نو ديت. ليه؟ لان الديت معناها تايم ريليتد، يعني متوقف على الوقت. احنا دلوقتي بنعتمد حاجه اسمها ايفنت ريليتد، يعني بيعتمد على الحدث. يعني الوقت مش مهم، الوقت قد ايه؟ ممكن الوقت يبقى شهر 2 3 6، مفيش مشكله طالما هي حافظه نفسها. لكن حصل ويتنس، حصل ديرتنس باي ذا انسكت اور باي داست اور باي بريكنج للباكجينج ماتيريال اور دروب اون ذا جراوند اور مانيبيوليتد باي ويت هاندز، كل الكلام ده بنسميه ايفنتس. حصل الايفنت ده اعتبرها خلاص اتفك تعقيم. يعني التايم بتاع ادوات التعقيم اسمه ايفنت ريليتد مش تايم ريليتد. ايفنت ريليتد يعني يعتمد على ظروف التخزين وطريقه التعامل مع الالات بعد التغليف. لازم حفاظ عليها من التراب، الحفاظ عليها من اشعه الشمس المباشره، الحفاظ عليها من التلوث بالدم، الحفاظ عليها من الحشرات، الحفاظ عليها من السقوط بالارض، الحفاظ عليها من التعامل مع الايدي المبتله بعيده عن تيار الهوائات تيارات الهواء، كل ده في الحفاظ على الادوات. خلاص حفظت عليها، يبقى مفروض التايم ممتد لحد وقت صلاحيه الورق التعقيم. الورق صالح لمده 2 سنين، يبقى هي صالحه لمده 2 سنين. ده المفترض. في بعض المستشفيات بتستثني حاجه معينه انها بتعمل تايم ريليتد مع الايفنت ريليتد. بتعمل تايم ريليتد ليه؟ للحفاظ على العهده. ليه؟ لان لو ادوات ما بتستعملش فتره طويله تقعد سنه واثنين ما حدش يستعملها، من الممكن انها تفقد من العهده، فبيحط تاريخ 3 شهور او 6 شهور، مش عشان التعقيم فقد، لا، عشان الادوات ترجع تاني لقسم التعقيم اتاكد انها موجوده وفي مكانها والعهده ما زالت قائمه. أتمنى أكون رديت على سؤالك والموضوع يكون واضح.
يعطيك العافية دكتور. الآن بإذن الله راح يكون 10 دقائق بريك، ونرجع إن شاء الله على الساعة 9. شكرا لكم جميعا.
السلام عليكم. It's my pleasure to welcome our third speaker, Dr. Nadeen. Dr. Nadeen is a bachelor degree in medicine and surgery, GCI diploma in infection control, infection prevention, and ألو الصوت واضح؟ واضح يا أشواق. دكتورة نادين Bachelor of Medicine and Surgery, Master of Epidemiology and Biostatistics, Master of Biomedical Science and Member of Surveillance Team of GDIBC, Supervisor of Monitoring and Evaluation Department in GDIBC. Welcome, دكتورة. إن شاء الله راح تكون محاضرتنا اليوم تبعها Overview of Infection Required in Handling and Reprocessing in Healthcare Center. يعطيك العافية. تفضلي دكتورة. السلام عليكم. أسعد الله مساءكم جميعاً بالخير. Thank you, Ms. Ashwaq, for your introduction, and thank you, fellow speakers, for your previous excellent presentation. My presentation today is going to be infection control guidelines for reprocessing of linen in healthcare setting, or what we call it, central laundry. أو محاضرتنا اليوم حتكون بخصوص إجراءات مكافحة العدوى فيما يختص ب إعادة معالجة اللينن أو الأغطية والشراشف الخاصة بالرعاية الصحية أو ما يعرف بالمغسلة المركزية. Our agenda today is going to be an introduction, key terms and definitions, responsibility of all personnel in laundry, laundry design, and we will talk about the basic requirement, ventilation and temperature control, microbiological samples and its role, steps of textiles processing cycles, antimicrobial textiles, management of on-site laundry department, healthcare worker uniform, safe practices, training, infection control documents, and the management of the off-site or outsourced laundry. And we will talk briefly about the audit or the tool that we can use to help us as infection control team assessing a laundry department. Inshallah, the lecture today is going to be mixed Arabic and English, and I'll try my best just to deliver the information. In introduction, hospital linen is clearly recognized as a potential reservoir for microorganisms and could be a vector of disease transmission and can harbor large number of pathogenic microorganisms. باختصار جميع الأغطية والشراشف أو الملاءات المستخدمة في المنشآت الصحية قد تكون أحد أسباب نقل العدوى المحتملة نتيجة لتلوثها بعدد كبير من المايكرو أورجانيزم أو بالميكروبات. However, the risk of actual transmission of disease from soiled linen is negligible, and there are very few recorded cases of healthcare related diseases linked to contaminated fabrics. بالرغم من وجود إمكانية لانتقال العدوى من خلال الشراشف الأغطية الملوثة إلا أنه الدراسات المنشورة ضئيلة فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن as we know, all the potential of transmission or transmitting an infection inside the health care facility is possible, especially if we are not dealing with the linen or materials in the proper way. Just I want to highlight that the healthcare related diseases on the laundry is mainly due to two factors. The first one is getting an infection or acquiring an infection after direct contact with the soiled linen. Second one is acquiring an infection
with improper dealing with the soiled linen due to aerosol, أو إمكانية انتقال العدوى للممارسين الصحيين كعدوى مكتسبة من المنشآت الصحية تكون أحد بإحدى الوسيلتين، إما العدوى المباشرة من الشراشف الضغطية والملاءات الملوثة، أو نتيجة لعدم التعامل الجيد أو الصحيح مع الأغطية والشراشف، مما يؤدي إلى انتشار الهباء أو الإيريسول اللي ممكن يؤدي إلى الانفكشن. The other major risk that we should do an effort to reduce it is the occupational risk. يمكن محاضرة اللندري مشابهة إلى حد كبير محاضرة الـ CSSD، حتى في الفيزيكال أو التقسيم الهيكلي للوحدة والبوتنشيال ريسك. Occupational risk is a very huge hazard or possible hazard in a laundry, and the effort should be done to reduce that risk. The risk of infection is associated with handling and or dealing with the contaminated linen, primarily focused on applying infection control precaution as appropriate hand hygiene practices and use of personal protective equipment or PPE. How to avoid the potential occupational hazard أو الأخطار المهنية المحتملة. أولاً بالالتزام باشتراطات ومعايير مكافحة العدوى الأساسية. ثانياً الالتزام بنظافة وتطهير الأيدي. ثالث عامل هو الالتزام بارتداء أدوات الحماية الشخصية الضرورية للعاملين أو الممارسين الصحيين. Although prolonging the life of the linen used in the healthcare is considered one of the money-saving method, but this must not compromise their aseptic quality. طبعاً من المعروف إنه اللينن هي من الماتيريالز اللي تعاد مع معالجتها في المنشآت الصحية، وراح نشرح بعد كده إيش المقصود بالمعالجة أو الريبروسيسنج. لكن we should take care إنه the prolonged life of the linen itself should not compromise the aseptic quality أو يقلل من جودة الشراشف والأغطية بحيث أنها تكون مصدر محتمل للتلوث أو لنقل العدوى. A laundry can either be inside the facility or contracted as an outsourced. إما أن تكون خدمات المغسلة المركزية داخل المنشأة الصحية، أو عن طريق الاستفادة من خدمات مغاسل خارجية بالتعاقد معها، إما في مستشفيات كبيرة أو مدن صحية أو حتى مغاسل متخصصة. We will discuss the key terms and definition. راح نعمل هايلايت على بعض التعريف أو المصطلحات اللي يعاد تكرارها عند التعامل مع كافة ما يوجد في المغاسل المركزية. The first concept is cleaning أو التنظيف. التنظيف المقصود به is إزالة الأوساخ المرئية. It's a process that uses a cleaning agent and physical action such as scrubbing or wiping to remove visible soil or organic matter and bioburden from surfaces or objects, and in undoing so renders the surface of object safe to handle. يعني بالمختصر المقصود بالتنظيف هو إزالة الأوساخ المرئية أو المواد العضوية الملتصقة سواء كانت الأسطح أو الملاءات أو الشراشف أو حتى الـ items أو الـ surfaces. وعشان نطبق a good cleaning we need in this process الـ cleaning agent أو الـ detergent بالإضافة إلى الـ physical action. يعني ما ينفع أنا أخلط فقط الماء والصابون وأضع على المادة المتسخة أو على السطح المتسخ، لابد أنه يكون في physical action. ممكن المقصود به هنا في اللاندري آلية عمل أو الميكانيزم of cleaning inside the washing machine. طيب الـ potential بس ثواني. الـ other terms is the contaminated ظهر
مشكلة في السلايد. يس الكونتامينيتد ايتمز اور اوبجكت او السطح او الجسم الملوث المقصود به the presence of blood or other potentially infectious materials or what we call it OPIM, وراح نشرح لاحقا ايش المقصود بال OPIM on the item or the surface. الكونتامينيتد لاندري specifically is according to the Occupational and Safety and Health Administration or OSHA, a laundry that has been soiled with blood or OPIM or may contain sharp, لأنه زي ما ذكر دكتور أشرف في محاضرته السابقة يمكن فيما يتعلق بالCSSD, contaminated sharp أو possible needle stick injury للhealthcare worker هي possible risk of hazard or considered a contaminated item. Decontamination أو إزالة التلوث is the use of physical or chemical means to remove, inactivate or destroy the blood-borne pathogen on a surface or disinfecting the item to the point where it is no longer capable of transmitting the infectious particle and the surface or the item is rendered safe for handling, use or disposal. طيب يمكن هذه صورة or this is an example لبعض ال contaminated or soiled linen داخل المنشآت الصحية اللي ممكن تواجه العاملين أو الممارسين الصحيين في اللاندري أو في أقسام المغاسل المركزية بعد استلام الأغطية والشراشف والملآت من الأقسام أو حتى بعد عودتها بعد التنظيف الغير صحيح والغير سليم داخل الأقسام. طيب البروسيست أو الايتم المعالج أو المعاد معالجته يعرف as a terminology that describes the item that have been laundered, cleaned, disinfected or sterilized as appropriate for safe use in an intended activity. طيب الreceiving area برضو راح تعاد استخدامها أو ذكرها كتير أو منطقة الاستلام هي an area where a soil textile are sorted usually by textile category and sometimes by the degree of soiling or coloring. عادة بعد استلام الأغطية والشراشف والملاءات من الأقسام في منطقة الاستلام, هذه المنطقة اللي يتم فيها الفصل وتقسيم أو فرز الغسيل حسب درجة التلوث, أو بعض الأحيان في مستشفيات يكون عندهم policy or color code. طيب نفصل كده شوية إيش المقصود بال OPIM or other potentially infectious material. The following غالبا هي اللينن الملوثة بال following human body fluid, either if it is semen, vaginal secretion, cerebrospinal fluid, synovial fluid, pleural fluid, pericardial fluid, peritoneal fluid, amniotic fluid, saliva and dental procedure or any other body fluid that is visibly contaminated with blood. يعني مو فقط التلوث بالدم هو اللي يعتبر contaminated or soiled linen, لكن the other potentially infectious material should be considered when dealing with linen. طيب ننتقل الآن إلى responsibilities أو المسؤوليات داخل أقسام المغسلة, ويمكن تنقسم المسؤوليات إلى ثلاث أقسام. القسم الأول responsibility of laundry supervisor أو مشرف المغسلة. مشرف المغسلة عليه دور كبير في التالي. أول شيء he should facilitate, monitor and supervise the application of the guidelines. لابد أنه يساعد يتابع تطبيق كافة الإجراءات أو التوصيات المنصوص عليها سواء من الـ MOH أو internationally. Create open communication channels between laundry department and the users أو الـ nursing staff. غالبا يمكن هو حلقة الوصل ما بين العاملين أو الممارسين داخل أقسام التنويم أو الطاقم التمريضي والستاف داخل المغسلة. Ensure every work or every worker in laundry have received training on these guidelines. لابد أنه يتأكد
من حصر كافة الممارسين أو العاملين في المغسلة وحصر احتياجاتهم سواء كانت تدريبية أو زي ما راح نذكر لاحقاً، تعاونهم مع عيادة العاملين من حيث التحاليل اللازمة والتطعيمات وتوفر كافة الاشتراطات أو البي بي اي اللي تسهل عليهم عملهم داخل المغاسل المركزية. Ensure correct and safe handling of the linen. الجزء الثاني من المسؤوليات هو المسؤوليات اللي تقع على عاتق اللاندري ووركرز themselves أو عاملين المغاسل المركزية نفسهم. تتلخص أدوارهم في ثلاثة أدوار رئيسية. First one is collecting and transport of used linen from the department to the laundry. المسؤولية الأساسية في جمع الغسيل أو الأغطية والشراشف الملوثة من الأقسام إلى قسم المغسلة المركزية هي مسؤولية عاملي المغسلة. المسؤولية الثانية أو responsibility number two is sorting or dealing with the used linen using impermeable apron, gloves and practicing a standard measure while dealing with the used linen. مسؤولية فرز الغسيل واستلامه داخل المنطقة الملوثة أو الديرتي زون زي ما رح نوضح لاحقا هي مسؤولية منسوبي المغاسل المركزية. المسؤولية الثالثة هي transportation of the clean linen to the department in the safe way using a closed chart. إعادة الملاءات أو الغسيل النظيف إلى الأقسام هي أيضا مسؤولية موظفي المغاسل المركزية، طبعا بالإضافة إلى كافة الخطوات عند التعامل مع الغسيل داخل المغسلة. الجزء المهم واللي يقع على عاتقنا كإنفكشن كنترول is the responsibility of infection control department. إيش دوري أنا كإنفكشن كنترول department في أقسام المغاسل المركزية؟ يتلخص دور ممارس مكافحة العدوى في خمسة نقاط أساسية. أول نقطة هي supervise the process of collection and transportation of the used linen in the healthcare facility. لابد على ممارس مكافحة العدوى من مراقبة ومتابعة عملية جمع ونقل الغسيل من وإلى الأقسام. Supervise the infection control requirement in the central laundry with the documented tool. لابد أني أتأكد وأتحقق من توفر كافة اشتراطات مكافحة العدوى داخل أقسام المغاسل المركزية حداً من انتشار العدوى. ثالث دور هو visiting the outsourced laundry and supervise the application of the infection control guideline using a documented tool. طبعاً إذا كانت المغسلة المركزية داخل المنشأة فهي مسؤولية مباشرة. أيضاً إذا كانت الخدمات المغسلة المركزية هي خدمات مؤجرة أو بالتعاون مع مصدر خارجي، دور الانفكشن كنترول is to visit that outsourced laundry and supervise all the required precaution. المسؤولية الرابعة is training and supervision of the central laundry workers for proper infection control precaution. وأنا أشوف إنه الدور الكبير والهام لنا كممارسين مكافحة عدوى يمكن ينصب على هذا الجزء، لأنه أغلب التحديات في التريننج and supervision of central laundry تتمثل من بداية إعادة تدوير الممارسين أو العاملين داخل أقسام المغاسل المركزية باستمرار. language barrier اللي أنا أشوفه جزء كبير من التحديات اللي ممكن تواجهنا كممارسين مكافحة عدوى مع عاملي المغاسل المركزية. We should note that the training should be done before joining the work and once annually. دورنا هو حصر كافة الممارسين، تدريبهم قبل التحاقهم بقسم المغسلة المركزية، ثم إعادة تدريبهم سنويا أو عند الحاجة. Participate in أو الدور الخامس لنا كممارسي مكافحة عدوى is to participate in any project for renovation
of the Central Laundry Department. طبعا هذا دور أساسي، واللاندري هي جزء لا يتجزأ من المنشأة الصحية أو من المستشفى. So أي project of renovation, construction لابد أن الانفكشن كنترول يكون لي الانبوت أو الرأي according to the إكرا، وأعتقد إن شاء الله راح يعني تشرح في المحاضرات في الأيام القادمة. طيب كده انتهينا يمكن من دورنا أو مسؤولياتنا وكيف تقسم المهام. نجي للجزء الهام لللاندري وهو اللاندري ديزاين، وأنا راح أتكلم بالآيديا، لكن أنا موقنة تماماً أنه العديد من التحديات تواجهوها كممارسين مكافحة عدوى في المنشآت الصحية. يمكن مو كل اللاندريز هي بالطريقة المثلى، ويمكن مو كل الاشتراطات الواجب توفرها في قسم المغاسل المركزية قادرين توصلوا له كممارسين مكافحة عدوى، لكن يجب علينا ذكر التصميم المثالي للمغاسل المركزية، ويجب عليكم كممارسين مكافحة عدوى السعي وتصعيد الأمور للوصول إلى الايديال ديزاين والبيزك ريكويرمنت. ابتداء من اللوكيشن أو الموقع الخاص بالمغسلة المركزية، فين إحنا نفضل إنها تكون؟ ideally it should be in the basement or on the ground floor of the building. غالباً نفضل إنها تكون إما في القبو أو في الدور الأرضي للمنشأة الصحية، with a convenient access from various departments، طبعاً تسهيلاً للوصول من كافة أرجاء المنشأة الصحية. طيب يمكن هذه السلايد توضح لنا ببساطة كده البيزك ريكويرمنت في المغاسل. يجب تقسيم المغاسل المركزية إلى جزئين هامين، وهذا يمكن مشابه كثيرا للCSSD. This is the soiled side أو الجزء المتسخ أو ما يسمى بالديرتي زون، and this is the clean side أو الكلين زون. لابد أنه يكون بينهم total physical separation or barrier أو جدار فاصل تماما ما بين المنطقتين، حتى في المداخل والمخارج لابد أنها تكون منفصلة، وذلك لضمان unidirectional flow أو أحادية الاتجاه، بحيث أنه يدخل أو يتم استقبال كافة الغسيل أو الشراشف أو الملاءات الملوثة من جهة، ثم تنتقل إلى الجهة الأخرى عبر الغسالات. والغسالات لابد أنها تكون double doored automatic washing machine، ولابد أيضا من الفصل التام بين العاملين داخل قسم المغسلة، ويمكن راح نتطرق لاحقا لكيفية التمييز بين كل ممارسين في قسم أو في زون معين. مثل ما ذكرنا راح نسميها الزونز. The first zone is the dirty zone أو الجزء المتسخ، وغالبا هو الجزء اللي يتم فيه استقبال فرز الغسيل ثم وضعه في الواشنج ماشين أو الغسالات المركزية، وأيضا يتم فيه غسل العربات. This is considered as a special area to receive and sort soiled linen and an area for loading a washing machine. The washer should pass through a double door type. غالباً الغسالات يكون لها بابين من الجهتين، باب للود أو لتحميل الغسيل والجزء الآخر للتفريغ. This section must be connected to the area used for storage of chemicals and cleaning agents. Also areas used for cleaning and dirty laundry cart. مثل ما ذكرنا عملية غسل وتنظيف العربات هي أيضا في الجزء المتسخ، لكن في هنا نقطة جدا هامة، ويمكن شفنا خلال الزيارات على العديد من المستشفيات إنها غير متحققة في البعض. الجزء الخاص بتخزين مستلزمات أو مستحضرات التنظيف لابد أنها تكون accessible to this zone، يعني أبداً ما ينفع تكون مخزنة في الأذر سايد والعمال ينتقلوا يعني ذهاباً وإياباً ما بين two zones. طيب مثل القاعدة العامة في المنشآت الصحية، سواء كانت isolation room، سواء كانت
أي area of reprocessing, CSSD, laundry, كل الغرف أو الـ أو الـ areas أو المناطق المخصصة للتعامل مع dirty items أو machines أو linen, it should be under negative pressure. القاعدة العامة أي حاجة متسخة أو منطقة متسخة لابد أنها تكون under negative pressure. Negative pressure should be maintained in the receiving and sorting area compared to the other areas and generally less than the hospital corridor to prevent spread of infectious agent and lint during the sorting process. بطبيعة الحال فكرة negative pressure هي محاولة الحد من انتقال الهواء الملوث في المناطق المتسخة إنه يتسرب إلى المناطق المجاورة أو حتى إلى ممرات المستشفى أو حتى في غرف العزل إلى الغرف المجاورة. وطبعاً it should be all the air exhausted from a negative pressure room should be exhausted outside the HVAC system and not recirculated again. كل الهواء اللي تم طرده من غرف الضغط السالب لابد أنها تطرد خارجياً خارج منظومة الهواء والتهوية في المنشأة الصحية ولا يعاد تدويرها. طيب ننتقل الآن إلى الزون الآخر أو المنطقة الأخرى وهي clean zone. It's an area of receiving accepting clean linen from the washing machine. هي المنطقة اللي يتم فيها استقبال الغسيل النظيف من الغسالات بعد ما تم تحميله من المنطقة المتسخة، ويتم فيها أيضا الدراينج التنشيف انسبكشن أو الفحص لنفس الشراشف والأغطية والغسيل، سوينج الخياطة في حال كان في أي شقوق، ايرونينج الكي، فولدينج الطي، باكجينج اند ستورينج اوف ذا كلين لينين، التغليف والتخزين. It is essential to have a definite physical separation. مثل ما ذكرنا لابد انه يكون في جدار فاصل تماما ما بين المنطقتين between the dirty zone and the clean zone and restrict movement of the laundry personnel from clean to dirty zone حتى نضمن الـ unidirectional flow. الانتقال للممارسين الصحيين أو عمال المغسلة لابد أنه يكون محدود أو ممنوع، ولابد من الالتزام أو التزام كل عمال منطقة بمنطقتهم بحيث أنه إحنا نمنع الكروس كونتامينيشن أو نحد من التلوث ونضمن أحادية الاتجاه. The area contains administrative and supporting areas, lockers, chairing room for employee, WCs, supervisor's office, files and space for holding housekeeper's supplies. كل المنطقة الإدارية والخدمات ومناطق استراحة الموظفين والملفات لابد أنها تكون في المنطقة النظيفة أو near to the clean zone وليس العكس. The following condition should be available for clean linen storage area. هذه بعض الاشتراطات الواجب توفرها في منطقة الغسيل النظيف أو المنطقة النظيفة وتحديدا منطقة التخزين. مثل ما ذكرنا أي منطقة متسخة تكون under negative pressure، أي منطقة لحماية أو منطقة نظيفة لحماية patient أو لحماية instrument أو لحماية linen لابد أنها تكون under positive pressure. Prefer to be a positive in relation to the adjacent area. Good ventilation system to prevent accumulation of dust and linen dust. التهوية لابد أنها تكون جيدة للحد من الغبار والأتربة. Absence of sewage apparatus or water pipe. منطقة التخزين أيضا لابد أنها تكون خالية من التمديدات أو الوصلات الخاصة بالمياه منعا لتسريبها وتلويث كافة الأغطية والشراشف. Storage shelves should be 15 to 20 centimeters above the floor, 2.5 to 5 centimeters away from the wall and 25
سنتيمترز بيلو ذا سيلينج كالعاده. كل الستورج شلف كل المناطق احنا حافظينها اصلا 20 25 5، وهذه يعني ستاندرد واضحه واصيله يعني في الانفكشن كنترول. يوزد اونلي فور ستورج اوف كلين تكستايل، طبعا بطبيعه الحال المنطقه المخصصه لتخزين الغسيل النظيف لابد ان تكون مخصصه فقط للغسيل النظيف، ولا يتم فيها الخلط بين الغسيل المتسخ او والغسيل النظيف. The door of the storage area should always be closed. للاسف بعض الاحيان نواجه بعض الممارسات انه مكان التخزين يكون مفتوح الابواب، العديد من العمال جالسين في المكان معتبرينه كاستراحه، بعض الاحيان نلاقي food and waters inside the storage area، وكل هذه الممارسات هي مخالفه لاشتراطات مكافحة العدوى. أيضا لا يقتصر دور مكافحة العدوى على الديزاين أو المسؤوليات الخاصة بممارسي مكافحة العدوى أو حتى آلية سير الغسيل، ولا بد أنه إحنا ننتبه لأشياء beyond our expected scope مثل الفلور والوالز of the central laundry. The floor must be smooth, non-slip, non-porous, with no depressions or cracks to prevent fluid settlement and tolerate regular cleaning and disinfection. لابد أن الأرضيات تكون ملساء غير مسامية وتقريبا ضد الانزلاق، وما يكون فيها أي شقوق أو تصدعات بحيث أنها تكون أماكن لنمو البكتيريا أو الميكروبات وتكون تتحمل التنظيف المعتاد. بالنسبة للwalls أو الجدران must be smooth, non-porous surfaces without projections or gaps to avoid accumulation of dust. تقريبا نفس الفكرة. And linen lint, and it should tolerate cleaning and disinfecting agents to avoid settling and accumulation of the fluid. تقريبا هذه مشابهة. يمكن هنا في نقطة حبيت بس أنوه عليها. The angles between the walls and the floor must be round. يمكن هذه ما نلاحظها أو ما نلاحظ الالتزام بها في كل المنشآت الصحية، سواء كان عمليات غرف عزل أو CSSD أو حتى مغاسل مركزية. لابد أنه النهايات تكون راوند أو دائرية عشان تمنع مثلا إذا كانت حادة وما هي راوند راح تكون أماكن لتراكم الميكروبات والأوساخ، لكن إذا كانت راوند هي أسهل في التنظيف وأقل في تجميع الميكروورغانيزم والدست. السيلينج أو الأسقف لابد أنها تكون على ارتفاع كافي من المغاسل، at least 4.5 meter height. It should be solid, smooth and non-porous. أيضا تكون صلبة ملساء وغير مسامية. Without projection or cracks, وما فيها أي تصدعات أو شقوق to prevent collection of the lint or dust. أيضا وايضا ما نفضل ابدا السيلينج او الاسقف اللي تكون عباره عن اجزاء مفصله، لانه احتماليه تراكم الدست ايضا وارده. طيب هذا كان يمكن الديزاين الاساسي او البيزك ريكويرمنت للديزاين اوف ذا لاندري، بالاضافه الى امبورتنت اكسسوارز او اسميها فاسيليتيز او محطات خدمات لابد من توفرها داخل اقسام المغاسل، زي الهاند هايجين فاسيليتي او السينك او المغاسل غسل وتنظيف الايدي، بالاضافه الى الامرجنسي اي ووش وشاور اكويبمنت. احنا عارفين انه في اللاندري يتم التعامل مع العديد من الديترجنت او المنظفات اللي ممكن تكون مؤذية للممارس الصحي، فلا بد من وجود الهاند هايجين فاسيليتي، ايمرجنسي اي ووش اند شاور اكويبمنت. وفي كل منطقة في المستشفى فيها الووتر سورس تو بروتكت الهيلث كير وركرز، لا بد من التعاون مع الصحة العامة حتى في آلية اخذ ومراقبة الووتر سامبلز في هذه الأماكن. ننتقل إلى جزء أيضاً هام في المغاسل المركزية، هو الـ Ventilation and the Temperature Control أو التهوية وحدود درجات
الحرارة أو التحكم في التهوية ودرجات الحرارة. الديرتي أريا مثل ما ذكرنا تكون نيجاتيف بريشر، الكلين تكون بريفرلبي بريفرلبي إنها تكون بوزيتيف. الهيوميديتي أو الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، تمبريتشر ليميت ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية. إذا الرطوبة ما بين 30 إلى 60، درجة الحرارة ما بين 21 إلى 24. مثل ما ذكرنا أن اللندري exhaust vent or ventilation should be provided should be exhausted outside and provided with filters to capture all the dust and the linen lint. من المفضل أنه يكون الطارد أو أنابيب طرد الهواء من المغاسل المركزية متصلة بفلاتر حماية لأنظمة التهوية في المنشأة وحدا من انتشار العدوى. This filter should be repeatedly cleaned and washed by the maintenance staff with the supervision of infection control personnel. والمغسل زيها زي أي مكان في المنشأة يحتاج cleaning and disinfection for the surfaces and the equipments and the trolleys. وبطبيعة الحال أي حاجة أو أي بروسس تعمل لابد أنها تكون documented، أسهل في المتابعة والمراقبة من قبل الانفكشن كنترول. طيب في كونسبت دائما نسمعه في المنشآت هو الميكروبيولوجيكال انفايرومنتال سامبل، وأنا أعتبر اللاندري أو الميكروبيولوجيكال سامبل في اللاندري هي وحدة من الانفايرومنتال سامبلز أو الأشياء المحيطة بالمريض. متى يحبذ او انه احنا ناخذ مايكروبيولوجيكال سامبل؟ هو فقط في نطاق محدود داخل المنشآت الصحيه، هي ابدا ما هي روتين. غالبا تكون في حالات الاوت بريك افتر انوفيشن كونستراكشن، وفي اقسام معينه زي مثلا الكلى والاسنان، وطبعا لاغراض البحث. اتس اونلي دون اف ذير از ان ابيديميولوجيكال ايفيدنس أو ما يسمى غالباً بالأوتبريك suggesting an, a role of linen in a disease transmission in a healthcare facility. It should be done in consultation with the infection control department. لابد أنه السامبلز أو الميكروبيولوجيكال سامبلز في المغاسل تكون مقننة وتحت إشراف وتوصية مباشر من الانفكشن كنترول. طيب ننتقل إلى اللينن البيلوز and عفواً and mattresses. All bedding materials may become colonized with the bacteria and become a reservoir of infection. كل الأغطية والشراشف والملاءات هي ممكن أنها تلوث بمستعمرات من البكتيريا وتكون مصدر محتمل لانتقال العدوى. Maintain integrity of the linen pillows and mattresses and their covers. طيب لابد أيضا مو فقط اقتصار الدور في المغاسل المركزية على الغسيل، ولكن لابد من فحص جودة المخرجات وضمان إنه كافة الأغطية والوسائد والشراشف بحالة جيدة تمنع التسريب أو انتقال العدوى. All mattresses and pillowcases that are torn or have blood stains that cannot be removed should be disposed. And this is a very important quality checkpoint. All mattresses and pillows used in the clinical areas must have a sealed, intact, impermeable cover which can be cleaned and disinfected between a patient. غالباً المخدات داخل المنشآت الصحية تكون مغلفة بأغطية محكمة الإغلاق وتكون تقريباً كأنها ماتيريال مشابهة للجلد وسهلة التنظيف لضمان عدم انتقال العدوى All mattresses and pillows which are not covered should be washed between a patient and when soiled if they are washable. كل الملاءات والأغطية والشراشف والوسائد الغير مغطاة أو غير مغلفة بإحكام
ومن الممكن إعادة معالجتها، لابد أنه يتم غسلها ما بين كل مريض وآخر أو في حين تلوثها. Wash all linen made of cloth and washable pillow at hot water cycle. لاحقاً أيضاً حنشرح إيش هي السايكلز المعتمدة في غسيل الأغطية والشراشف. وهنا لابد أن احنا نركز أنه الـ hot water cycle should be considered. Non-washable pillow should be disposed off after each patient. المخدات الغير قابلة للغسل ولا للتنظيف ولا في أي إمكانية لإعادة معالجتها، لابد أنها ترمى أو يتم التخلص منها مباشرة بعد كل مريض. طيب الآن ننتقل إلى خطوات الغسيل، تبدو يمكن إذا شرحناها أو ذكرناها كثيرة تقريباً 13 خطوة، لكن هي جداً مقتضبة وبسيطة وحتى يعني منطقية. كيف تتم معالجة أو الـ reprocessing أو processing of the textile cycle؟ ابتداءً من الـ collection أو الجمع من داخل أقسام التنويم، تبدأ عملية معالجة الغسيل. Collection of contaminated linens in the healthcare area. Care must be taken before collection to make sure that there are no foreign or sharp objects such as gloves, syringe, needles, and or dressing inside the linen. المرحلة هذه جدا هامة، ابتداء من جمع الغسيل داخل أقسام التنويم لابد أنه نتأكد حفاظاً على الممارسين الصحيين داخل أقسام المغسلة أن لا قدر الله ما أصيبهم بأي عدوى مكتسبة أو أخطار مهنية إذا تعاملوا مع أي شارب أو potentially infectious materials. The used linen should be carefully removed by folding and rolling to avoid unnecessary agitation. ويمكن ذكرناها يمكن في أول السلايد، غير الدايركت كونتاكت، الاجيتيشن والإمبروبر هاندلينج of soiled linen can cause or generate aerosol that could infect the healthcare worker. And directly should be placed into the appropriate bags. Used linen should be carried across, should not be carried across the department. من غير المثالي ولا غير المحبذ هو نقل الشراشف والأغطية خارج القسم ونقلها بدون ما تكون في الترولي أو في حاويات محكمة. As it increases the risk of spread microorganism into air, into floor, staff uniforms, bodies, or bedside tables. Linen dirty bags should be brought to the bedside. لابد أني أنا أجلب حاويات جمع الغسيل إلى داخل الغرف. Contaminated linen should not be sorted or pre-rinsed in the patient care area. كل الأغطية والشراشف الملوثة أبداً ما أبدأ عملية الفرز أو الغسيل أو الشطف داخل أقسام التنويم أبداً، والمنطقة المخصصة لهذه الأعمال هي المنطقة المتسخة داخل أقسام المغاسل المركزية. طيب انتهينا من الكوليكشن، نجي للباغينج أو التغليف of contaminated linens. The contaminated linens should be placed once collected in a leak-proof bag located at the bedside. لابد من وضعها داخل أكياس. There is no infection control advantage of double bagging. ما في أي فائدة وجدت من ازدواجية الأكياس أو وضع الغسيل الملوث داخل كيس مزدوج، إلا في بعض حالات الايزوليشن روم أو الكيسز أو الهايلي انفكشوس مايكرو أورجانيزم زي في الإيبولا اللي هي ذكرت كده صريحة إنه دبل باج، أو إذا كان في ليك في البريفيوس باج وفي يعني دريبينج واضح للبلد أو أذر انفكشوس ماتيريال. Contaminated linen and linens
full of blood or other body fluid or those collected from isolation rooms should be collected in a water dissolvable laundry bags before placing in the usual laundry bag. في بعض الأكياس مخصصة وتوضع هذه الأكياس داخل الغسالات مباشرة وتذوب بالماء. أنا عارفة أنها يمكن ما هي متوفرة في أغلب المنشآت الصحية، لكن هذا التعامل المثالي والأمثل ليحد من انتشار العدوى ويقنن التعامل مع اللينن الملوث أو الأغطية والشراشف والملاءات الملوثة. طيب المرحلة التالية هي الترانسبورتيشن أو transporting a dirty and soiled linen into laundry receiving area أو نقل في نقطة هنا اللي هي الترانزيت ستورج أو التخزين المؤقت. أنا بعد ما جمعت الملاءات من البيت سايد أو من غرف المرضى وغلفتها، لابد أن أنا يكون عندي منطقة للتخزين المؤقت قبل ما يجوا عمال المغسلة وينقلوها إلى المغسلة المركزية. غالبا هي dirty utility room. يعني the temporary linen storage is the area where the soiled linen is stored for a short time before it's transported to the central laundry. This area could take the form of a dirty utility room مثل ما ذكرنا in each hospital ward. Soiled linen should only be stored in a sealed containers or in a sealed liners. المنظر هذا غير لائق تجمع وتكدس الغسيل في حاويات مفتوحة على الأرض، ما في آلية جمع أو regular collection، هي أبداً ما هي مطابقة لممارسات مكافحة العدوى وهي مصدر كبير محتمل للعدوى. A regular collection of the soiled linen from the temporary storage area is essential to prevent any build-up of a linen in these areas. The daily of the storage area and all containers or stands used for linen is essential. كل مناطق المنشأة الصحية سواء كانت مختصة بالمغاسل أو غير ذلك لابد أن يكون عندها سكادجول واضح للكلينينج والديسنفكشن بما فيها الديرتي يوتيليتي أو الترانزيت ستورج أريا. طيب بعد ما تم حفظ الغسيل بشكل المتسخ بشكل مؤقت لابد من نقله إلى منطقة الاستلام في المغاسل المركزية، ولابد أنه ينقل إذا دعت الحاجة أكثر من مرة في اليوم حسب طبعاً طبيعة الورد وطبيعة التيرن أوفر البيشنت وحسب حتى حالاتهم والنيد أوف الفريكوينت تشينج. Soiled linen is transported with a healthcare facility by means of a wheeled trolleys. Trolleys are wheeled containers, should be cleaned and disinfected daily with an appropriate MOH disinfectant. أيضا نعيد ونكرر كل التروليز المخصصة لجمع الغسيل لابد أن يكون لها جدول واضح للنظافة والتطهير. There should be a cart washing station. طبعا هذه في الريسيفينج اريا لابد انها تنقل بشكل مغلق وغير مقبول انها تنقل زي كده بشكل مفتوح. Requirement of the trolley washing area. طيب ايش هي الاحتياجات او المتطلبات الضروريه او من الواجب توفرها في منطقه غسيل الحاويات؟ It should be also smooth, waterproof and easily cleanable surfaces of walls and ceiling. Non-slip waterproof floors, hot and cold water drainage of the floor, and area of manual drying of trolley and space for holding clean trolleys. لابد أيضا يكون فيها إمكانية لحفظ أو تخزين الحاويات النظيفة. Awaiting transport to clean holding areas. Okay. بعد استقبال الغسيل في حاويات وعرفنا مواصفات الحاويات وكيف يتم التعامل مع الحاويات وتنظيفها وتطهيرها، نجي للمرحلة اللي أنا أشوفها هي اللي فيها potential hazard أو risk للممارسين الصحيين في أو عاملين المغاسل اللي هي sorting الفرز.
Make sure that no foreign object like needles, scissors, catheter bags are contained within the used linen. من البداية إحنا نأمل إنها ما تكون موجودة من داخل الأقسام، لكن يمكن هذا second checkpoint اللي هي للsorting، ونأمل إنه ما يصاب أي أحد من العاملين بعدوى مهنية في هذه المرحلة. Failure to remove a foreign object presents unnecessary risk to the laundry personnel and other member of the staff. مثل ما ذكرنا, laundry staff should wear PPE أو personal protective equipment during the sorting of used linen that should include plastic apron and heavy duty gloves على الأقل. ولكن راح نذكر كافة ال PPE الضرورية أو الواجب على عامل المغسلة ارتدائها. ال heavy duty gloves هي غالبا قفازات سميكة تحد قدر الإمكان أو تمنع من احتمالية الإصابة بالوخز أو ملامسة السكريشنز. Gloves used during sorting process should be thick, waterproof and puncture resistant to protect employee from sharp injury. Sharp boxes and medical waste bags والبيوميديكال أو الريجوليتد سايكل should be available in the sorting area in the laundry طبعا للتخلص من أي potentially infectious material وأي sharp object in the proper disposable way طبعا according to the standard precaution of infection control. Disposable laundry bags should be disposed of as a medical waste. Reusable cloth laundry bags should be washed and disinfected as a contaminated linen. أحادية الاستخدام لابد من التخلص منها ك نفايات ملوثة, لكن اللي يعاد استخدامها لابد أن أتعامل معها كواشable or contaminated linen. Adequate access to hand washing facility with the supervision of the staff to make sure for compliance. الهاند هايجين ستيشنز أو المغاسل الخاصة بتنظيف وتطهير اليد لابد أنها تكون متوفرة في كل الأريز داخل المغاسل المركزية. ومن أهم أدوار الانفكشن كنترول غير الترينينج هو السوبرفيجن ومتابعة الكومبلاينس ريت. أوكي طيب نجي للأدفانتجز أوف سورتينج بيفور لاندرينج بروسيس. إيش هي أحد أهم ميزات فرز الغسيل قبل عملية الغسيل مباشرة؟ It will decrease the chemical used to increase lifespan of the linen. تقلل من استخدام المواد الكيميائية مما يزيد من عمر الأغطية والشراشف أو الغسيل. Decrease the damage to laundry machines and linen by removing needles and surgical instrument that are accidentally left during the collection process. طبعا إذا وجدت أي أدوات حادة ودخلت بدون فرز على داخل الغسالات الأوتوماتيكية طبعا راح الغسالات تكون معرضة للعديد من الأعطال. Identify hospital area with misuse of linen. وأكيد إذا أنا صادفت عدة أدوات حادة أو عدم جمع سليم للشراشف والأغطية والملاءات راح أعرف الأريا اللي تحتاج more education, supervision وauditing كinfection control داخل المنشأة. طيب هاي الطريقة أيضا لها disadvantage أو يعني عامل سيء اللي هو increase risk of needle stick injury, fear of employee, ومثل ما ذكر دكتور أشرف سابقا عند التعرض لأي risk of needle stick injury أو exposure to blood or body fluid لابد أن التعامل معه حسب سياسات المنشأة والتوجه مباشرة إلى عيادة العاملين طبعا بعد تبليغ السوبرفايزر doing the first aid steps filling الـ OVR form ولتجنب الهدك اللي ممكن يصير بعد هذه الأشياء لابد إنيشيالي كافة الممارسين الصحيين داخل الأقسام المغاسل المركزية
يكونوا مسوين كل their own serological investigation and receiving all the needed vaccine. طيب انتهينا من مرحلة الفرز، نبدأ في الغسيل. Laundering cycle consists of flush, main washing, bleaching, rinsing and souring. والشطف المبدئي، الغسيل الرئيسي أو الأساسي، إضافة البليتش أو الكلور أو المبيض، الشطف النهائي والساورينج أو يعني ما يسمى بالتحميض أو محاولة معادلة الـ pH أو تقليل الـ pH من القلوي إلى الحمضي. And the antimicrobial action of laundering process results from combination of mechanical, thermal and chemical factors. يعني تقليل أو تنظيف اللينن نفسه والتخلص من الميكروبات الموجودة داخله هي عبارة عن نتيجة تجمع ثلاثة عوامل رئيسية: mechanical, thermal and chemical. تتلخص في الخطوات التالية زي الـ dilution and agitation in water remove significant quantities in microorganism. Soap and detergents function to suspend the soil and exhibit some microbicidal properties. Hot water provides an effective means to destroy the microorganism. آلية ميكانيزم وميكانيكية الغسيل أو التنظيف بحد ذاتها وتخفيف المواد المنظفة أو الصابون داخل الغسالات بدورها الحد الكبير من عدد الميكروأورجانيزم أو الملوثات الموجودة في الأغطية والشراشف. الهوت ووتر سايكل will provide أو destroy الميكروأورجانيزم أو دورة الماء الساخن، وراح نشرح لاحقا درجة الحرارة اللازمة. يمكن هذه من أهم الأسئلة حتى يمكن شفتوها في البريتست. The use of chlorine bleach assures an extra margin of safety. بطبيعة الحال إضافة المبيض أو البليتش حتزيد من فعالية دورة الغسيل. The last series of rinsing cycle is the additional of mild acid sour to neutralize the alkaline effect of the soap. مثل ما ذكرنا يمكن أغلب منظفات الملابس هي قلوية، لكن في مرحلة الشطف الأخيرة غالبا يكون فيها انتقال سريع أو rapid shift لل pH أو للحموضة الخاصة بمياه الغسيل أو بمحلول الغسيل من 12 إلى 5، وهذه في حد ذاتها could have an, a huge effect to interact some microorganism. The factors affecting cleaning and disinfection of textile include هذه النقاط اللي أنا راح أذكرها يمكن هي النقاط اللي لابد على ممارسي مكافحة العدوى من متابعتها. Use of chemicals سواء كانت chlorine bleach أو soap and their concentration, time, load أو الأحمال اللي يجب تعبئتها داخل الغسالات, the degree of linen soiling, درجة تلوث الغسيل, mechanical action, water temperature ودرجة حرارة المياه, والtime اللي لازم أراقبه. في دورات الغسيل عندي دورتين أساسية هي الhot water laundry cycle والدورة الأخرى هي low temperature cycle أو ما يعرف بدورة الغسيل البارد ودورة الغسيل الساخن. في الhot water cycle لابد أني أنا أوصل إلى درجة حرارة 71 درجة مئوية فأعلى، يعني أقل درجة حرارة أنا لابد أني أنا أراقبها في اللوجز هي 71 درجة مئوية، ولابد أنها تستمر على الأقل 25 دقيقة. 71 درجة 25 دقيقة. طيب بعض التكستايلز ما تتحمل يمكن درجات الحرارة العالية، فأستخدم عوضا عنها اللو تمبريتشر سايكل أو دورة الغسيل البارد، ولابد أن تتراوح درجة الحرارة فيها من 49 إلى 60 درجة مئوية. طب ليش تقريبا هذا الرينج؟ لأنه الأكتشوال أكتيفيشن أوف ذا كلورين in the water هو من
57.2 إلى 62.7، فيعني تسهيلاً هي من 49 إلى 60. طيب، في نقطة هنا جداً هامة وأنا أشوفها تحدي كبير لممارسي مكافحة العدوى في المنشآت، خاصة المنشآت اللي تحوي على غسالات قديمة، هي total available chlorine residual بعد دورة الغسيل البارد أو المتبقي من الكلورين لابد أن يكون ما بين 50 to 150 ppm أو particle per million is usually achieved during the bleach cycle. طيب أنا كيف أقيس الريزيدوال كلورين؟ للأسف حاولت أبحث كثير حتى في المصادر، الكل بيعتمد على الأوتوميتد measurement، يعني الكل معتمد على الغسالات الجديدة اللي بإمكانها أنها تقيس الريزيدوال كلورين، لكن أنا أشوفه تحدي كبير بالنسبة لممارسي مكافحة العدوى خاصة اللي غسالاتهم ما تحوي هذا الموضوع، وأعتقد أنه هذا الشيء it should be discussed مع مشرفي المغاسل في المناطق ومحاولة الوصول لآلية يعني أخرى للاستعاضة عن الأوتوميتد ميجرمنت، ويمكن في ويلز وفي ستيكس وفي كيتس، بس هذه النقطة لابد من الانتباه لها كممارسي مكافحة عدوى. Never mix soap and chlorine, bleach or any other chemicals. خلط المنظفات سويا حتى في الانفيرومنتال كليننج والديسنفكشن هو غير محبذ أبدا في مكافحة العدوى. بعد ما انتهيت أنا من دورة الغسيل يجي الانلودينج أو التفريغ للغسيل، بعدها الانسبكشن، لابد أني أنا أفحص الغسيل، أفحصه وأشوف إيش، أشوف أي residual stains ولا bloods أو إذا كان في أي tears أو شقوق أو حتى أن الكواليتي تهالكت لنفس الغسيل. بعد كده تجي الدراينج أو التجفيف، بعدها ننتقل إلى الايرنينج، فولدينج and repairing أو عملية الكوي والطي و الإصلاح. Packaging and storage أو التغليف والتخزين، طبعا هذه ابتداء من الانلودينج هذا كله ياخذ مجراه في الكلين زون، خلاص طلع الغسيل من الباب الآخر للغسالات الدبل دور وانتقل إلى مرحلة أو إلى منطقة الكلين زون. في الباكجينج اند ستورينج must be maintained in the clean state of the linen for delivery. The linen should be wrapped in fluid resistant securely sealed plastic bag. لابد انها يتم تغليفها في تغليف محكم placed unwrapped into a fluid resistance cover cart. اذا ما كان عندي التغليف المحكم متوفر داخل المنشأة، على الأقل يتم تخزينها في حاويات مغلقة مانعة لتسريب أو مضادة للسوائل. Unwrapped cleaned linen must be stored in a designated controlled access clean storage area with the closed door all the time. مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة، كل الغسيل اللي انتهينا منه لابد أن يخزن في منطقة الوصول لها، يعني فقط للأشخاص المخولين للوصول، وأبدا ما تكون منطقة accessible for all. طيب انتهينا من التخزين داخل المغسلة المركزية، حان الآن دور نقل الغسيل إلى داخل الأقسام وإعادته مرة أخرى. Clean linen must be covered during transportation. أبدا إحنا ما نفضل الحاويات المفتوحة. And storage to prevent contamination. Transportation cart should be routinely washed. طبعا الترانسبورتيشن كارت سواء كانت لنقل الغسيل المتسخ من الأقسام إلى اللاندري أو من اللاندري back to the ward، لابد إنه يكون لها جدول واضح للغسيل والتنظيف، ولابد إنه يكون عندي آلية أو رمز أو ألوان أو whatever to just to distinguish between the two carts. يعني ما نحب استخدام الحاوية نفسها لنقل الغسيل النظيف والمتسخ. If carts are used for transportation of linen, there should be a separated cart for clean and used linen. مثل ما ذكرنا. Used linen must be placed in a bag to avoid spills before putting them in the cart.
طبعا مثل ما ذكرنا في البدايه، في مرحله الكوليكشن او الجمع، لابد انها توضع في اكياس مخصصه للغسيل. Storage of the clean textile. Storage of the clean linen could be done in closed cart or covered cart to prevent contamination. هذا داخل الأقسام. طيب، مراحل الغسيل يمكن مثل ما ذكرت لكم إذا عددناها نشوفها كثيرة، لكن هي سهلة وواضحة ومنطقية. كان في جهد جدا رائع من الزملاء والزميلات في إدارة مكافحة العدوى في السبورتينج في السبورتيف سيرفيسز، بحيث انهم لخصوا في صور الخطوات معالجه المفروشات باللغه بثلاث لغات، العربيه والانجليزيه ولغه يفهمها اغلب عاملي النظافه، عاملي المغاسل او على الاقل مشرفيهم. وايضا كانت موضحه بصوره جيده في الجايد لاينز. Important notes، فقط نقاط هامة لابد أنها تؤخذ في عين الاعتبار. Wash contaminated linen as soon as possible طبعا، و prevent أو decrease transient transportation time أو عملية الحفظ المؤقت. In case of facility adopt a policy of not sorting a linen before washing it, all contaminated linen should be put in a water dissolvable bags to be loaded directly into the washing machine. بعض المنشآت الصحية عندهم policy في ما تحبذ الفرز، فمن الأفضل أن توضع كل المفروشات أو الغسيل المتسخ داخل أكياس قابلة للذوبان في الماء. Never sort the linen from isolation room. حتى في الأيزوليشن روم أبداً ما أفرز الغسيل من البداية. It should be collected in a water dissolvable bag to be put directly into the washing machine. Temperature used for drying and ironing gives additional effect against microorganism. طبعاً الحرارة أو الثيرمال effect have a huge impact or effect on decontamination or reprocessing. في مصطلح درج في بعض المنشآت أو في فترة من الفترات هو الأنتي مايكروبيال تكستايلز، سواء كانت لينن، بيلوز أو حتى ستائر. بس فقط للتلخيص أنه حتى في الأنتي مايكروبيال تكستايل we should take care، لأنه عادة الأنتي مايكروبيال تكستايل هي نتيجة two mechanism. الأول ميكانيزم أنه يكون في consistent release of a chemical، control release of a chemical، والchemical هذا إلا ما يجي وقت وينتهي والفابريك will be no longer considered as an antimicrobial، ولا بد أني أنا أحط في اعتباري أو في البوليسي الخاصة عند التعامل مع الantimicrobial textile الوقت الهام للتخلص منها، أو حسب المانيفاكتشر ريكومنديشن إذا كان يعاد معالجتها، يعني this is according to the manufacturer. السكند ميكانيزم مشابه لكن هذا بيوسايدل إفكت ريليز، لكن الريليز فقط هو للفايبر الموجودة في السيرفس حق اللينن نفسه أو الفابريكس، it will have no effect on the surrounding environment إذا كانت ملوثة. وحتى يمكن تفاعل الفابريك هذا والأنتي مايكروبيال تكستايل with the environment ممكن يكون في deactivation. ف just to mention انه we should deal with care اذا وجدت في منشاتنا الانتي مايكروبيال تكستايل. طيب، مثل ما ذكرنا انه اللاندري either on site laundry or outsourced. طيب، كيف اتعامل او كيف ادير المغاسل المركزيه لما تكون داخل منشاتي الصحيه؟ طبعا المراقبه والمتابعه الدائمه هي دور هام للإنفكشن كنترول. البوليسي هي واجب عفوا، مراقبة عدم توفر أو عدم تواجد الأطعمة والمشروبات وعدم السماح بها داخل اللاندري هذا جزء هام.
الواشنج ماشين should be checked regularly to make sure that they met the disinfectant disinfection standard حتى من نوعية الوصول إلى درجات حرارة المطلوبة. Washing machine should be contained drainage holes in the and at the cycle of the contamination. الwashing machine to have a temperature record, وأنا أفضل حتى في بعض المغاسل يكون printable every 4 or 6 weeks. ولا بد على ممارس مكافحة العدوى من متابعة اللوجز الخاصة بدرجات الحرارة. Record should be monitored by laundry supervisor. بالإضافة طبعاً إلى laundry supervisor. كل حاجة في مكافحة العدوى هي ما بين قسمين, سواء كانت غرف عزل, negative pressure, temperature, هي ما بين القسم المختص ومكافحة العدوى. Periodic maintenance of the equipment should be recorded by the laundry supervisor. وطبعاً نعيد ونكرر أهمية الـ environmental cleaning لكل الـ areas والـ trolleys وحتى للمشين. طيب, الـ healthcare workers uniform أو كافة الرداءات الطبية الخاصة بالممارسين الصحيين داخل المنشأة لابد أو الأصل هو التعامل معها داخل المنشأة وإعادة معالجتها. الworkers should change their hospital uniform daily except if it become contaminated. طبعا it should be changed immediately and placed into laundry bag and sent to the laundry. It is not allowed for healthcare workers to take their uniform to be washed at home. لكن احنا عارفين انه للأسف يمكن هذه الممارسة في الواقع يعني ما تطبق بالشكل المطلوب, لكن أتوقع إذا حسننا من جودة مغاسلنا المركزية كل الممارسين الصحيين راح يتحمسوا أكثر إنهم ما ياخدوا their uniforms to their own houses. The safe practices يتلخص زي ما ذكرنا في the standard infection control precaution بكافة ما تشمل the standard precaution, سواء كان hand hygiene, PPE, cough etiquette, environmental cleaning and disinfection, and etc. الهاند هيجين مثل ما ذكر أيضا دكتور أشرف, كل الأشياء اللي من دورها الحد من أو تقليل كفاءة تطهير ونظافة الأيدي لابد من الامتناع عنها, سواء كان بارتداء الإكسسوارات اللونج نيلز الارتيفيشال نيلز نيل بولش أو إذا كان عندي سكن ليجن. Perform hand hygiene, especially after dealing with the contaminated linen. يمكن الـ hand hygiene moment أيضاً هنا مشابهة للـ CSSD مختلفة عن الـ hand hygiene 5 moment في الـ ward, بحكم أني أنا هنا أيضاً أنا ما بتعامل مع patient لكن بتعامل مع contaminated linen. After dealing with the contaminated linen, I should protect myself and I should do or perform hand hygiene. And after taking off a PPE كالعادة, إحنا عارفين خطوات الدونينج والدوفينج when to do الهاند هيجين and between each step. All laundry staff should be compliant with the hand hygiene practice. طيب, the types of personal protective equipment. كيف أحمي نفسي كممارس صحي من العدوى المحتملة في قسم المغاسل المركزية بالإضافة لالتزامي بالهاند هيجين والستاندرد انفكشن كنترول براكتسز. المين بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت أو أدوات الحماية الشخصية اللي لابد من توفرها في المغسلة خاصة في الديرتي زون هي الجلوفز, والجلوفز لابد أن يكون هيفي ديوتي جلوفز أو يتحمل الأعباء العالية. بروتكتيف wear or goggles or face shield, mask, apron, وإحنا نفضل أن يكون long sleeve, water resistance apron, boots, and cap or hair or head cover. If there is a risk of splash, laundry staff should always wear gowns or apron and face protection, either shield or goggles, when laundering soiled linen. طيب, يمكن هذه صورة توضح شكل الـ utility gloves أو الـ heavy duty gloves.
وكيف لازم يكون cover all the hand ويتحمل الأعباء العالية. Are used for handling contaminated items and waste and performing environmental cleaning activities. They can be reused after decontamination, but they should be discarded when punctured or torn. إذا كان في أي شقوق وقطع لابد أني أنا أتخلص منه وبالإمكان إعادة استخدامه، لكن زي أي حاجة أو PPE يعاد استخدامها لابد أني أحرص أني أنا المسؤولة عن أو ممارس الممارس الصحي أو عامل المغسلة لابد أنه يتدرب على كيفية الكلينينج والديسنفكشن of the heavy duty gloves. Inspect the gloves for defects before use. Wash and disinfect regularly and properly before use. Change if tear or defect is noticed. Clean hand thoroughly with the soap and water after removing. طبعا زي كل الـ PPE. Don't touch your face or adjacent PPE with contaminated gloves. Don't touch environmental surfaces except as necessary. الـ apron لابد أيضا أنه يتم تدريب عامل المغسلة على كيفية ارتداء ونزع الداون أو الدانينج أو الدافينج. لابد أنه يحرص العامل أنه الأبرون should fully cover the torso أو الجذع كامل. Have a long sleeve fit properly around the wrist. طبعا إذا كان في possible aerosol generation إحنا دائما نفضل استخدام الماسك. Place over nose and mouth and chin. طبعا احنا عارفين تثبيت الجزء الميتاليك على النوز بريدج وي كفرينج ذا تشن. الفيس بروتكشن او الاي جوجلز وهذه اشكالها وعارفينها. فوت وير should be worn to protect the feet from injury by sharp or heavy items that may accidentally fall on the workers. When indicated, closed toes shoes should be worn to avoid contamination with blood or any other body fluid. لابد أنه أيضاً الأحذية أكرمكم الله تكون for safety purpose ومحكمة الإغلاق حماية من أي إصابات أو fall أو accidental injury أو تلوث بدم أو إفرازات الجسم. بالنسبة للأكيوبيشنال سيفتي أنا مو حابة أطول فيها كتير، لكن غالباً هي تتضمن كل الفحوصات الأولية، آلية التعامل مع الشارب والنيدد فاكسينيشن. يمكن أهم فاكسينز هي الهيباتيتس والتيتانس. ديلينج with sharp injury. السموكينج and eating or drinking is not allowed مثل ما ذكرنا. كيرفول ديلينج with contaminated body fluid. وحتى السبلاشز راح تشرح لاحقا او السبيلز في المحاضرات في الايام القادمه باذن الله. ترانسبورت اوف ذا يوزد لينن از ابروبريت ان ابروبريت باجز. اللاندري وركرز ذي شود نوت ورك ات كلين اند ديرتي اريا ات ذا سيم شيفت وذي كان ديل وذ ذا ديرتي لينن افتر ديلينج وذ ذا كلين. لكن انا ما افضل صراحه، افضل يكون الفصل التام خلال الشيفت. يمكن أحد أهم التريكس اللي إحنا شفناها أو البوليسيز إنه يكون الرداء أو اليونيفورمز المخصص لعاملي المنطقة المتسخة مخالف في اللون عن الممارسين اللي يعملوا في المنطقة النظيفة، تسهيلا للتمييز ومنعا للخلط بين الوركرز. الترينينج هو جزء هام لنا كإنفكشن كنترول، مثل ما ذكرنا لابد نحن نوجد الحلول خاصة مع الهيوج لانجويج بارير والترن أوفر العالي والدائم صراحة في أقسام المغاسل أو حتى النظافة. Laundry workers should be trained on appropriate standard precaution والريكورد of this training should be kept in the laundry department. Laundry workers should receive a job specific training upon hiring and at least annually. ما ينفع أبدا يحضروا basic infection control خاصة بالأقسام وتعنى بالتعامل مع يمكن المرضى، لازم يكون عندهم job specific training خاص بعمال المغاسل. مثل ما ذكرنا لازم يتضمن safe practice, hand hygiene, occupational health,
waste disposal, كيف يتعاملوا مع الويست إذا accidentally they found it in the linen. الIL application of the housekeeping policies, يمكن هذه سواء كانت النظافة أو التطهير العام أو التعامل مع السبيلز. وأيضا كان في جهد مشكور من الجي تي اي بي سي, وأيضا محاولة تغطية اللغات سواء كانت عربية أو لغات يفهمها العاملين في أقسام المغسلة. الانفكشن كنترول دوكيمنت المهمة اللي لابد أنها تكون متوفرة, أهم شيء هي البوليسي والبروسيجر which should cover all the related laundry services. البوليسي of reporting of foreign or sharp object أيضا لابد أنها تكون متواجدة. والريكورد of all laundry process time, temperature, maintenance, washing cycle أيضا لابد أنها تكون متواجدة. مثل ما ذكرنا cycle time, temperature والchemical agent. أي material تستخدم أو detergent يستخدم داخل المغسلة لابد أنه يكون في material safety data sheet, بحيث أنه يكون العاملين على اطلاع في كيفية التعامل مع الماتيريال نفسه. إذا كانت outsourced laundry أيضا لابد أن أنا أفعل الزيارات وأراقب عملية النقل والتجميع والتعامل مع الغسيل, وحتى ممكن أراقب العربات أو السيارات اللي تنقل الغسيل, بالإضافة إلى الزيارة كل 3 أشهر على الأقل. كان في سيلف أسسمنت تول, وأعتقد أنه هو في صدد التطوير, موجود على موقع الوزارة gdipc.sa باللغتين العربية والإنجليزية, وممكن يساعد كثير في محاولة معرفة نقاط الضعف في المغاسل. وهذه باركود فيها التريننج ماتيريالز والأوديت, إذا كنتوا حابين توصلوا لها بسهولة تقدروا تعملوا لها سكان وتوصلوا لها, وهي متوفرة anyways على موقع الوزارة. أنا عارف أن الوقت داهمنا, فقط عندي سريعا 5 صور, وأحتاج منكم بس في الشات 5 تعليقات بسيطة. هذه الصورة الأولى, أي تعليق؟ طيب هذه مغسل غسالة فيها, الواضح أنها تحتاج أعمال صيانة. صحيح, غطى الغسالة مكسور, صحيح يحتاج صيانة, وحتى الكرتون نفسه هو فيكت واشر. أيوه فعلا, أي آلة أو ماشين عطلانة هي سورس للإنفكشن. طيب هذا السيلينج أو السقف, سريعا صحيح opened, و ما هو smooth ولا connected و exposed, وممكن يكون في potential infection. هنا عامل نظافة صحيح يفتقر معايير الجودة, ما هو لابس اليونيفورم, ما في أي أدوات حماية, الغسيل exposed, وحتى الماتيريالز الخشبية غالبا هي ممنوعة في المنشآت الصحية لأنها بورس أو في يعني عالية المسامية. طيب هنا تقريبا في غرفة أو عند التخلص من البي بي إيز بطريقة غير صراحة صحيحة, والمكانس اللي بهذا الشكل هي ممنوعة داخل المنشآت الصحية لأنها مثيرة للغبار. هنا الحاويات مفتوحة للنقل, وهذا مخالف لتوصيات مكافحة العدوى. صحيح السلات غير مغلقة,
تقريبا هذه الصورة الأخيرة، هذه السيلينجز أو فتحات التهوية أو الإكزوست، هي متسخة ما يتم تنظيفها، وهي مصدر محتمل لتلوث الأغطية والشراشف بالدست. كانت هذه أبرز الريفرنسز للمحاضرة للإنفكشن كنترول جايدلاينز الإبيك تشابتر أوف هيلث كير تكستايل وموقع الوزارة. شاكرة جدا لاستماعكم وحضوركم معنا المحاضرة، وأعتذر على الإطالة، وإذا كان في أي سؤال أنا جاهزة. شكرا دكتورة نادين، يعطيك العافية، وشكرا على البرزنتيشن الأكثر من رائع، يعطيكم العافية. في أي سؤال؟ أنا طبعا دكتورة خلال المحاضرة كان في 3 أسئلة. في السؤال الأول كان why soap and chlorine bleach should be not mixed، هذا السؤال الأول. طيب بس غالبا احنا في كل الخطوات لازم نفصل بين الكلينينج والديسنفكشن. نو الكلورين هو يعتبر ديسنفكتنت، نو كلينينج شود بي دن، عفوا نو ديسنفكشن شود بي دن بيفور كلينينج. الكلينينج لابد انه يتم في سايكل، حتى في تطهير الاسطح الكلينينج اول ثم الديسنفكشن. كل المثبت في الدراسات انه هذا ستيب والاخر ستيب، والتطهير هو ستيب أخرى، وما في أي حاجة تنص على الميكس، بل بالعكس ممكن حتى فعالية الخطوتين يعني ما تكون بالطريقة المطلوبة، وما يكون الكلينينج بروبرلي ولا الديسنفكشن بروبرلي. ممتاز، يعطيك العافية. في أيضا سؤال يسألون هل في ستريب يقاس فيه الكلورين مثل المسابح؟ شفت انا في الـ في الـ في السي دي سي انه في ستريبس وفي كيتس، لكن للامانه انا ما عندي الخبره الكافيه فيها، وحتى في السي دي سي وفي الجايد لاينز كل اللي وجدته هو الاعتماد على الاوتوميتد كلوروغرام او كلوروغرافي، يعني اللي هو موجود اصلا في الغسالات الجديده نوعا ما. صحيح دكتورة، إن إحنا في السعودية فعلا ما نعتمد على هذه الخاصية. تمام. السؤال الثالث should be staff wear PPE when they collect linen. طبعا أي حسب كمان إذا كانت ال patient when I'm dealing with the patient، إذا دخلت غرفته وهو كان على specific precaution I should wear the PPE، وال PPE كده كده أنا لازم ألبسها according to the standard precaution، يعني حتى لو ما كان عندي known isolation situation واضحة، لكن البيشنت كان عنده والله فيك الانكونتيننس ولا vomit ولا يحتاج dressing ولا oozing، لازم ألبس PPE. dealing with the PPE or contaminated PPE زي كأني أتعامل مع مريض، it's according to the need. تمام. في أي أسئلة أخرى؟ يعطيكم العافية. طيب تسمحي لي أستاذ أشواق؟ تفضل دكتور أشرف. إذا ما أحد عنده سؤال خاص بمحاضرة دكتورة نادين، ممكن أي أحد عنده سؤال خاص بمحاضرة دكتور أشرف يتفضل يسأل، يكتب على الشاتنج ودكتور أشرف ممكن يجاوب. جالي حاجات على الخاص برضه هرد عليه. أنا شاكرة للجميع ونراكم إن شاء الله في دورات لاحقة وفي الأيام القادمة. شكرا. يعطيك العافية، شكرا دكتورة، يعطيك العافية. جالي على الخاص يا أستاذ أشواق 3 أسئلة هجاوب عليهم. السؤال الأولاني بخصوص الأوفر شوز أو الشوز كفر، هل يصرح بيها في الدخول في السيسس دي؟ الشوز كفر غير مصرح ليها إلا للفيزيتور لو ملوش شوز معمول حسابه في السيسس دي، يعني بالنسبه للستاف ماست تشينج شوز، ما ينفعش يخش غير لما يغير جزمته ومعمول حسابه، لان الشوز ده بتاعه هو شغال في الديرت اريا له شوز خاص بيه لونه احمر مثلا، شغال في الكلين اريا له شوز اخضر، شغال في مثلا في الاسترايل ستور له ازرق، وخاص بفلان باشرف بمحمد بحسين. الفيزيتور لو في شوز يغير، لو ما فيش هيضطر يلبس شو كفر على الشوز اللي جاي بيه من بره. ده بالنسبه للشوكافر. السؤال الثاني، جمع الادوات في الاكياس،
في ناس بتقول ان ممكن داخل الكونتينر احط كيس، لا، الاكياس ممنوعه سواء لحالها او داخل الكونتينر لحالها. ليه؟ لانها الادوات الحد هتخترقها، فهي وسيله غير امنه فور ترانسبورتيشن، كان بي ايزلي تورن باي شارب انسترومنت. ده بالنسبه للايه؟ للاكياس، لان مشهور جدا ان الناس بتاخد الاكياس بتاعت التغليف تحط فيها الادوات وتنقلها للتعقيم، ده سلوك غير مرغوب فيه. النقطه الثانيه، في ناس بتحطها في الاكياس داخل على جوه. طب ايه مشكلتها؟ ان السي اس دي تكنيشن وهو هيخرجها عرضه للاصابه، لانه ما بيخرجش الادوات برؤيه، الادوات مدريه عنه جوه الغلاف، فمن الممكن لما يمد ايده تخترق القفاز الهيفي ديوتي، مع ان القفاز الهيفي ديوتي تقيل وكل حاجه، لكن الادوات الحاده لو حاده ممكن تخترقه. فلذلك الادوات تنقل كما هي داخل العبوه المعدل النقل بدون اكياس، والاكياس غير مسموح بها في مساله النقل نهائيا، سواء لحالها او سواء داخل العبوات. اخر سؤال جالي اللي هو الفلاش استرلايزيشن. الفلاش استرلايزيشن الام او اتش ستاندرد منعها تماما. ليه؟ لان الفلاش استرلايزيشن عباره عن ايه؟ ان دروبد انسترومنت، اله وقعت اثناء العمليات وملهاش بديل، فبعمل لها تعقيم سريع. تعقيم سريع يعني ايه؟ يعني مفروض تخش سايكل كامله اللي هي ووشنج وكليننج وكل السايكل، ما عدا انها ما تغلفش وتخش في الجهاز بدون تغليف. خلاص. طيب احنا بنقول ان التعقيم مش مجرد جهاز تعقيم، لا، ده سلسلة كاملة من التنظيف والمعاملات. طب هل يمكن القيام بده في العمليات؟ مثلا احط فلاش استرلايزر واعمل الكلام ده في العمليات؟ لا. ليه؟ لان لا الادوات جاهزة ولا في الهيفي ديوتي جلافز المطابق للمواصفات في السكنس والكلام ده اللي يحميني ولا بنظفها، ولا في حوض خاص بيها، ولا في فرش خاصة بيها، ولا في مواد تنظيف خاصة بيها. فكل اللي انا هعمله ان انا هشطفها بمية واحطها في جهاز التعقيم، وده اوت اوف اني ستاندرد، غير مقبول تماما كستاندرد لآلات او ادوات تخش اللي مش حذرت الفلاشرلايزر. ودلوقتي ما فيش غرفة عمليات او جناح عمليات في جهاز فلاش استرلايزر نهائيا. خلاص، والموضوع يكون بدأ يبقى اكثر وضوحا. دكتور أشرف، الصوت راح. أستاذة أسواء، أنت لسه معنا؟ أي الصوت الآن رجع، قبل شوي انقطع. تمام، في أي أسئلة أخرى يا دكتور تحب تجاوب عليها؟ الإجابات التلاتة وصلت يا أستاذ أشواق؟ تمام، يعطيك العافية يا دكتور، شاكرة لك وشكرا لكم جزيلا. جميعا، في سؤال قبل شوي ذكر أن هل يوجد معايير خارجية للمغاسل الخارجية؟ نعم، في معايير، لكن الدكتورة وضحت أنها تحت الآن تحت التطوير، فبإذن الله إن شاء الله تكون قريبا على موقع GDIBCE بعد ما ينتهون منها الزملاء. يعطيكم العافية جميعا، وشكرا على استماعكم، وإن شاء الله تكون استفدتوا من المحاضرات، ونشوفكم غدا بإذن الله. شاكرة ومقدرة حضوركم.